كل مكان. أهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات قناة The Other أو الآخر. النهاردة حلقة استكمال حلقة كنا عملناها من يومين تقريبا أو يوم ونص عن رد على حلقة لأولاد إبراهيم على قناة الكارما بعنوان حلقة قناة إبراهيم، يعني حلقة قناة الكارما قصدي، كانت بعنوان أسئلة صعبة جدا. عملنا حلقة من يوم ونص بعنوان إجابات صعبة جدا أولاد إبراهيم، وكان معانا فيها دكتورنا الغالي دكتور جورج بول. والنهاردة هنعمل الجزء الثاني، لأن للأسف المرة اللي فاتت ما لحقناش نخلص كل الأشياء اللي كان مفروض ترد عليها، يمكن عملنا نص، ردينا على نص الحلقة بس. فالنهاردة يعتبر حلقة تكميلية، فاللي ما شافش الحلقة اللي فاتت بعد ما خلص دي ممكن يراجع برضو الحلقة اللي فاتت. برحب بكل الناس الموجودة معنا على الشات، أهلا بيكم جميعا، و معلش مصحينكم بدري لو انتوا في الشرق الاوسط او اوروبا، اللي في امريكا بقى انتوا دلوقتي نايمين، فلما تصحوا بقى اتفرجوا علينا. نرحب بدكتورنا العزيز نبي الجلدة، برنس الجلدة، عم الجلدة كلها، نبينا دكتور جورج بول. دكتور جورج منور الدنيا يا باشا. ايوه تمام كده، نورك فادي بيه، سمعني كده؟ تمام كده. سلام الجلد عليكم جميعا. سلام الجلد على فادي بيه مفتي الدير الحديه وجميع المشاهدين والمستمعين. وطبعا كما نعلم لا يبدا الكلام الا بحمد الجلده، فان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اما بعد، المقطع اللي فات زي ما اشار فادي بيه، احنا كنا عايزين نرد على الحلقه كلها، لكن الحلقه بتاعته طويله اصلا، يعني الحلقه تقريبا ساعه و27 دقيقه، فقسمناها نصين، ردينا على، مش ردينا يعني بصراحه، يعني بس استعرضنا الردود بتاعتهم في نص الحلقه الاولانيه، وهنكمل النهارده النص الثاني. بس ملحوظه سريعه للي ما شافش النص الحلقه الاولانيه او المفهوم العام اللي احنا خدنا بالنا منه، يعني مستوى الردود سيء جدا، يعني صعب جدا، يعني مستوى الردود هي كانت ما هياش صدمة ليا، بس كانت اللي هو يعني هو عارف لما يطلعك جبل عالي قوي يحسسك ان هو ايه، هي الردود اللي هم قالوها دي هي دي الردود المعتادة، ونفس الهبل اللي احنا واخدين عليه من معظم منظري او الابولوجيتكس بتوع الدين المسيحي. لكن هم دخلوا علينا دخلة مختلفة المرة دي، وقال لك بقى احنا عندنا، احنا بنرحب بكل الاسئلة واي حد عايز يسأل، والملحدين واللادينيين واي حد والاخواتنا المسلمين وبتاع، اي حد عايز يسال سؤال احنا جاهزين للاجابه. فتوقعت انا ان ممكن يكون في اجابات مختلفه المره دي عن الهبل اللي احنا بنسمعه بقالنا سنين كتير، وواضح ان هم بيردوا علينا احنا بالاخص، يعني معظم الاسئله اللي هم بيسالوها هي الاسئله اللي احنا طرحناها في خلال تقريبا السنتين اللي فاتوا، وفاجئ ان هي نفس الردود تاني. والردود بتتلخص في الاتي، انا هجيب لكم من الاخر، يعني ده ملخص للحلقتين. الردود بتتلخص في الاتي: لو عندنا مشكله في اختلاف واضح بين حاجتين، يبقى لازم نشوف لها صرفه، لازم ايه يقول لك ايه بالطريقه دي، يبقى كده خلاص، ما يعني تلاقي هنا 23000 وهنا 24000، لا اصل اول يوم كانت 23000 وفي 1000 تاني ماتوا كده، احنا مش عارفين امتى، مفيش اي اشاره، بس خلاص كده يبقى احنا كده حلينا المشكله. هو نحل المشكله، مش ان احنا بندور كباحثين امناء، لا احنا بنحل المشكله، بنشوف لها صرفه، اي حاجه كده مش عارفين شكلها غريب او شكلها مش منطقي او فيها حاجه غلط، نشوف لها صرفه. الحاجه الثانيه بقى، الحاجه اللي مش عارفين نشوف لها صرفه نعمل فيها ايه؟ نالف فيها. هو ده كل اللي هم عملوه الاثنين الاساتذه الافاضل اللي كانوا قاعدين في الحلقه، كل اللي بيعملوه ان هم بيالفوا كل الكلام اللي قالوا تبرير للمواقف اللي اتقالت، هو كلام من وحي خياله، مفيش آية واحدة تدعم الكلام اللي بيقوله. يعني شفنا مثلا حاجات اللي هو ايه، كلها استنتاجات شخصية. هو ربنا ليه قال للستات ما تتكلمش في الكنيسة؟ اصلا ربنا بيوزع الادوار. هو يا عم ربنا كان قال لك ان هو بيوزع الادوار؟ هو في آية بتقول ان هو بيوزع الادوار؟ هو بولس بيقول لست اذن المرأة ان تعلم ولا تتسلط على الرجل ولتتغطى نسائكم وبتاع، هو قال لك ان هو بيوزع الادوار؟ لا، هو كلام بقى اختراعات شخصية من دماغهم. وفي ردود تانية زي ما شفنا المرة اللي فاتت، اللي هو نظام ايه، هو قتل ليه الاطفال في بتوع مديان
قال لك طب ودي انت مستغرب ليه؟ طب ما هو قتل الاطفال قبل كده في الطوفان، وقتل الاطفال في صدام وعموره. هو ده كده الرد يعني؟ يعني انا بقول لك انت قتلت الاطفال ليه؟ بتقول لي هي اول مره، ما انا عاملها قبل كده مرتين. ده هو مستوى الردود اللي احنا شفناه. هنستكمل بقى في الحلقه دي الجزء الثاني، كان فيه بقى حاجات مضحكه اكتر بكتير جدا، وخزعبلات رهيبه اكبر بكتير جدا من الخزعبلات اللي جت في الجزء الاولاني او في الحلقه اللي فاتت، يعني في الجزء الاولاني من الحلقه بتاعتهم. فدعونا نبدا على بركه الجلد وما نضيعش وقت. طيب نشوف احنا كنا وصلنا للجزء ده، ونبدا الجزء الجديد اللي ما سمعناهوش في الحلقه اللي فاتت. وصلنا واحنا بنرحب بكل تساؤلاتكم ونقدم عليها الاجابه. الاخ يوسف سال عن ملوك الثانيه 22، وكمان اخت عزيزه علينا جدا سالت نفس السؤال الاسبوع الماضي، وعشان كده هنحط النص ونقراه ونسمع الاجابه من الاخ يوسف. يعني ده موضوع بيسال ناس كثيره فيه، هل في روح كذب ربنا بيبعتها للناس وبيسمح بيها؟ خليني اقرا النص، واثناء الحديث مع الاخ يوسف نقدر نشوفه على الشاشه. بيقول الكتاب: وقال عدد 19 من ملوك الثانيه، ملوك الاولى 22، ملوك الاولى 22 عدد 19، وقال: فاسمع اذا كلام الرب، قد رايت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره. فقال الرب: من يغوي أخاب فيصعد ويسقط في رمود جلعاد؟ وقال: هذا هكذا، وقال ذاك هكذا. ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال: أنا أغويه. وقال له الرب: بماذا؟ فقال: أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائي. فقال: إنك تغوي وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. والآن هوذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه جميع أنبيائك هؤلاء، والرب تكلم عليك بشر. دي من المقاطع اللي الناس كثيرة بتنزعج منها، وخصوصا لو ربطناها بما قاله المسيح عن إبليس في يوحنا 8:44، إن إبليس ليه صفتين: كذاب وأبو الكذاب وقتال، وهو اللي بيقتل الناس منذ البدن. تفضل. ما فيش حاجة مزعجة في الآية دي على الإطلاق، لأنها تحدثنا عن الشيطان باعتباره كذاب. نعم. فما هنا مش بيتكلم الروح اللي هو الروح القدس أو روح الله، حاشا، لكن هنا الروح هو روح إبليس. علشان نفهم المقطع ده شوية نعرف مين هو أخاب اللي الرب زعلان منه. يقول لنا في أصحاح 16 من ملوك الأول إنه ما قامش ملك بشر زي أخاب. صحيح. وكأنه أمر زهيد إنه يسلك في خطايا أربعام بن رباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، عمل ما هو أشر، عبد الوثن، عبد الوثن بطريقة بشعة، وكان متزوج بأشر امرأة اللي هي إيزابل. نعم. ثم في أصحاح 21 نلاقيه قتل رجل تقي اسمه نابوت اليزرعيلي لأنه رفض أن يعطيه ميراثه، وهذا الرفض بسبب أن الرب في الشريعة منع ذلك. فرجل بينفذ الشريعة قتله أخاب بتهمة ملفقة أنه جدف على الله وجدف على الملك. هذا الملك الشرير الرب اداله فرصة بدل الفرصة مرات، فكان في أيامه أعظم الأنبياء قاطبة اللي هو إيليا، لكن بكل أسف لم يستفد. نعم. وعشان كده تقرر قضاءه. نعم. طب لما الرب ناوي يقضي عليه نتيجة شره وعدم توبته هيستعمل مين؟ فهنا بنلاقي القصة اللي حدثت، إن الروح اللي هو الشيطان قدام الله قال له: أنا أغوي أخاب، دي سهل علي قوي، لأن أنا تخصص غواية من أيام حواء في الجنة، أنا ضحكت عليه وحضحك عليه. قال له إزاي؟ قال له: حروح أبقى روح كذب في فم جميع أنبيائه، مش أنبياء الله، أنبياء أخاب الشر. فكان عنده بطانة من الأنبياء الكذبة، والشيطان حيحط في أفواه هؤلاء الأنبياء الكذبة كلام بيفيد أنه إذا راح أخاب في المعركة سينتصر. والحقيقة لما راح أخاب إلى المعركة كسر وقتل شر ميتة. يبقى إذن هنا ربنا بيطول باله على الشرير، بيديله بدل الإنذار إنذارات كثيرة، لكن عندما يصر الإنسان على شره فإن الله في النهاية يقضي عليه، ومسكين الذي يسلمه الله الى مؤامرة نفسه او مؤامرة الشيطان. هو كده رد على السؤال. ثواني يا فندم، هو كده الجدع ده رد على السؤال؟ انت حد شايف ان هو رد على السؤال؟ السؤال بيقول ازاي ربنا بيعمل تحالف مع الشيطان عشان يغوي واحد،
والراجل لما سأل بيقول يعني الراجل اللي سألهم الأخ يوسف ده بيقول له هو مش المفروض ان الشيطان ده مطرود من حضرة الله؟ ايه اللي ازاي بيسمح ليه ان هو يدخل ويتكلم مع ربنا كمان ويعمل معاه اتفاقات؟ ده السؤال. ايه الرد اللي على السؤال بقى؟ الشيطان ده هو بيغوي الناس من زمان، ولما قال له ربنا انا ممكن اقدر اغويهم من ايام، لو تفتكر من ايام حواء، فقال له خلاص صح انت فعلا بتعرف تغوي الناس. ده كده الإجابة خلاص. دي الإجابة. على فكرة انا هوضح بقى شوية حاجات في المقطع ده، ان هم فعلا نصب الناس دي محترفين نصب. اولا الروح اللي بيتكلم عنها في سفر الملوك الاول محدش يعرف، يعني مفيش اشارة ان هي الشيطان. هو بيقول لك صعد الروح. مين الروح ده؟ قد يكون الشيطان، قد يكون اي روح تاني معدي، روح قاعد على القهوة، يقول لك صعد الروح ومعرف. ايه مين الروح ده؟ ده اول حاجة. ثانيا الموضوع ما كانش ان ربنا بيستغل الشيطان عشان هو بيعرف يغوي الناس، لا، ده ربنا كان فتح المزاد قاعد. انا هقراها لك دلوقتي. ربنا قاعد كده اللي هو عارف بيهرش في دماغه، عمال يفكر مين يصعد، من يصعد ليغوي اخاب. فالموضوع اللي هو كان نظام ايه، قاعد في المزاد، قاعد في المجلس بتاعه كده وبيجمع الاراء. لان هو بيقول لك ايه، انا خلينا نقراه عشان نشوف ناخد الصوره العامه. يعني الكلام ده في ملوك الاول اصحاح 22 وعدد 19، من اول عدد 19. ميخا بيقول لاخاب ايه؟ وقال فاسمع اذا كلام الرب، قد رايت الرب جالسا، الرب جالسا على كرسيه، وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره. فقال الرب من يقوي اخاب فيصعد ويسقط في رمود جلعاد؟ فايه اللي حصل بقى؟ فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا. يعني الجند السماء قاعدين يقترحوا عليه، واحد قال له كده والتاني قال له كده في الكونسل، الور كونسل اللي هو عامله ده. الرب ياوي قاعد عامل وور كونسل كده وبيقول لهم ايه رايكم يا جماعه، نعمل ايه ده؟ يعني مين يصعد يغوي اخاب؟ واحد قال له ده غيره علي وعلى قومي، ثاني قال له الحاج ابو كامل علي ب20,000 جنيه انا قوم. وبعدين قام بقى الروح قال له ناخذ من كل رجل قبيله. الموضوع ما كانش اللي هو ربنا قال له خد ياض يا ابليس تعالى هنا انت بتعرف تغوي الناس، لا، ده هو قاعد كده فاتح الموضوع للحوار المجتمعي وكل واحد عمال يقول رايه، يقول لك قال ذاك كذا وقال هذا كذا، كل واحد عمال يقول رايه. وبعدين ايه؟ ثم خرج الروح، ما تفهمش مين الروح ده، ووقف امام الرب وقال انا اغوي. وقال له الرب بماذا؟ فقال اخرج واكون روح كذب في افواه جميع انبيائه. فقال انك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. عجبته الفكره، الفكره عجبته، يعني مش الرب هو اللي اقترحها، مش هو اللي بعت الشيطان، لا، ده هو الروح اللي خرج ده اللي احنا ما نعرفش هو مين، قال له فكره فعجبته، قال له ايه ده، ده حلو قوي الفكره دي، انك تغويه وتقتدر، عجبته. فبعد كده اقول لك ايه، ابليس كان معين له شويه انبياء كذبه، فراح طلع راح قال لهم كلام كذب فكذبوا على خاب. الكلام ده مش حقيقي على فكره، لان كل الانبياء اللي كانوا موجودين المفروض ان هم كانوا انبياء لهذا الياهوي. والدليل ان الكبير بتاعهم اللي هو صدقية ابن كنعانة قال لك ايه، فتقدم صدقية ابن كنعانة وضرب ميخا على الفك وقال من اين عبر روح الرب مني ليكلمك؟ الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان صدقية ابن كنعانة الكبير بتاعهم روح الرب كان موجود فيه وكان بيخليه يتنبأ. فالرجل استغرب بيقول له من اين عبر الروح الرب مني ليكلمك؟ هو انت من امتى قد نبي صغير انت ميخا ده؟ من امتى انت روح الرب بيخليك تتنبأ؟ انا روح الرب معايا على طول بيخليني اتنبأ. فده معناه ان هو كان نبي للرب، ما كانش نبي كذاب، ده هو روح، الروح اللي خرج من عند الرب ده خلى الانبياء اللي هم الانبياء بتوع ياوي يكذبوا او يقولوا كلام كذب. انتوا ناس نصابين، انا ما شفتش النصب ده في حياتي. كل ده ليه؟ عشان نبرر كل هذا الهبل اللي مكتوب في الكتاب. بس هو احنا طول الحلقه هنفضل نشوف بقى الهبل ده، هو اي هبل، ف
فلازم نشوف له طريقة، لازم نشوف له مخرج، عشان هو كلام محرج جدا. طب نقول على فكرة لو هو قال هو الكتاب بتاعنا كده وإن كان عجبكم وهو ربنا بيشتغل بالطريقة دي خلاص، أنا ما فيش مشكلة، أنت حر في كتابك وحر في أفكارك، إنما تطلع تتكلم معانا بالطريقة دي وتحسسنا إن إحنا أغبياء، ده لسه الشيخ صمويل هيغلط فينا غلط جامد دلوقتي. اتفضل اتفضل يا فندم. معلش يا دكتور جورج، هو كلمة الروح دي ملهاش استخدامات أخرى في الكتاب المقدس؟ يعني هي لما تذكر الروح يبقى الشيطان؟ لما دورت عليها في كل في، ما هي المشكلة إن هي معرفة، يعني مش روح، يعني مش خرج روح، لا ده معرفة الروح. فلما دورت عليها في ترجمة كينج جيمس The Spirit، يعني مش A Spirit، لا The Spirit الروح، يعني في حد معين ما تفهمش مين ده. طب لما هو الشيطان ما قالش ليه الشيطان؟ ما هو في الأسفار اللي قبل كده في سفر صمويل مثلا وفي سفر أخبار الأيام قال لك وقف الشيطان مقابل إسرائيل وأغوى داود إن هو يعد الشعب. طب ما أنت هو بتقول عليه الشيطان، اشمعنى هنا جاي تقول لي الروح أني روح؟ يعني ما تقول الشيطان، لو هو الشيطان ما تقول الشيطان. طيب هنعمل شير سكرين تاني للحلقة ونكمل مكان ما وقفه. دي أسئلة صعبة. الصوت تمام. يعني هو عاوز الضلال فالشيطان هيجيب له الضلال اللي هو بيسعى إليه والرب هيسمح بكده. يعني في النهاردة حوادث كثيرة في العالم اللي احنا بنعيش فيه، واحنا بنشوف ان الله خصوصا في العهد الجديد هو اله المحبه، مش اله القتل او الشر. يعني مثلا الحرب العالميه الاولى او الحرب العالميه الثانيه او الحروب النهارده في العراق. نبدا مسلسل الفتي بقى، نبدا مسلسل الفتي ليبيا والحرب العالميه الثانيه. اقول لك ايه، في حروب النهارده في والله اله مش عارف، والحرب العالميه الاولى والثانيه. يا عم رد على دين ام السؤال، انت هتقعد تفتي بتاع ده المصطفى، ما ترد على دين ام السؤال يا عم. ده لسه بنت خالتي ماسكه في اختها اول امبارح والله. بالظبط عشان حلت محشي. ناس كتير بتموت بلا ذنب. صحيح. فين هنا دور الله ودور الشيطان؟ في الحقيقه الله عاوز يدي السلام للعالم، وجاء المسيح، ولما اتولد المسيح الملائكه قالت وعلى الارض السلام. لكن ماذا حدث في المسيح نفسه؟ الانسان مش عايز المسيح. عندما رفض رئيس السلام، هل يمكن ان يتمتع العالم بدون رئيس السلام بالسلام؟ اقرأ إشعياء 57 واقرأ إشعياء 48، هتلاقي مرتين في آخر هذا الأصحاح وذاك الأصحاح ليس سلام قال إلهي للأشرار. يقتل المسيح، يقطع المسيح وليس له، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. لماذا الحروب؟ لأنهم رفضوا المسيح. وسيظل العالم حمص مجيبه جاي وزعهم علينا. عارف انت اللي هو افتكر اقرا اشعيا مش عارف، جايب شويه حمص في جيبه وجاي خد عيال حمص في اشعيا مش عارف ايه واشعيا ايه، وهم رفضوا رئيس السلام فازاي يبقى في سلام؟ وبس وغلوش على السؤال. يا عم السؤال بيقول لك اذا كان في شر اليومين دول، فين دور ربنا وفين دور الشيطان؟ ما ترد على دين ام السؤال. لا ما رد على السؤال، لا ما هو ما فيش رد، فنعمل ايه؟ نجيب الحمص. افتح ايدك كده فادي بيه، هو هيديك شويه حمص من جيبه. الحروب غير المبرره الى ان ياتي المسيح ويرسي دعائم السلام والبر في العالم. اشكرك. خلينا نروح لسؤال ثاني مهم جدا بعنوان لماذا التكرار في الكتاب المقدس؟ في حاجات كثيره الحقيقه بتتكرر. انا هاخد بس نموذج واحد عشان الوقت، وهقرا مزمور 14 وبس الأعداد من 1-3. قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. الكل قد زاغوا معا فسدوا، وليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. هذا المزمور اتكرر مرة تانية في مزمور 53. أريد بس الجزء من المزمور عشان الوقت، لكن نفس المزمور هو يتكرر مرة تانية في مزمور 53. ماذا تشعيا مكررة في أخبار الأيام؟ يعني في عدة مقاطع، أو في مثلا في صموئيل في مزمور 18، يعني في أمور كثيرة بتتكرر في الكتاب. هي ليه؟ أولا هناك سبب يقينا عند الله. لما تقرأ مثلا سفر أيوب أصحاح 33 أليه يقول الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان. فعندما يتكلم أكثر من مرة الرب عاوز ينبهنا.
أجيب مثل، لما جه حلم بتاع فرعون اللي بناء عليه أخرج يوسف من السجن ووقف أمام فرعون لكي يفسر له الحلم، وبعد ما حلم له الحلمين حط له حلم تاني برضه، بعد ما حلم فسر يعني قال له فرعون الحلمين، فيرد عليه يوسف يقول له حلم فرعون واحد. أما عن تكرار الأمر مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. يبقى كأن الرب قال عن طريق السنابل النحاف والسنابل السمان وعن طريق البقرات وعن طريق البقرات يعني إذا كرر الحلم مرتين لماذا؟ لأنه في سبب، الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. هنا المزمورين دول اللي هو 14 و53 الحقيقة بيكلمونا عن شيء إلى الآن البشر ينكرونه. ايه هو اللي بينكروا الناس؟ وعشان كده ربنا قالوا مش مره، قالوا مرتين، واقتبسوا الرسول بولس في روميا 3 فبقي 3 مرات. ايه الحاجه اللي بيقولها ربنا وبيكررها؟ اللي هو كده اشرف من السماء على جميع بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. الكل زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لغايه النهارده الناس بتنكر هذا التعليم، بيقول لك في صلاح عند البشر، ممكن الانسان يعمل صلاح. في أصحاح مزمور 14 ومزمور 53 يكرر الرب هذا الأمر مرتين، أنه ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. وفي الحقيقة لو كان في واحد بس يعمل صلاح المسيحية تنهار من أساسها، لأنه يبقى المسيح مات بلا سبب. لماذا جاء المسيح ومات؟ طالما ممكن نستنى 1000 سنة ويجي واحد، وكمان 1000 سنة واحد، ده ربنا يستنى ملايين السنين ويملى السماء بالناس الأتقياء الصالحين. صحيح. ولا واحد. صحيح. طيب عايز تعلق يا دكتور جورج؟ الناس دي فعلا نصابين جدا. الكلام اللي هم بيقولوه ده ينفع يتقال في وعظة في الكنيسة عشان كل اللي قاعدين بلغيص وهيأمنوا على الكلام. هو مسك في ايه دلوقتي؟ مسك في الكلمة اللي هو التكرار، بيرد عليها من انهي زاوية؟ قال لك يعني الكلمة دي بتاعت ليس من يعمل صلاح اتكررت كذا مرة، دي انا هرد عليها خليها على جنب دلوقتي. يعني هي دي الحاجة الوحيدة، يعني سبب التكرار ان الرب مزمع ان هو يعمل حاجة، قال لك الامر مقرر من قبل الرب وهو مزمع ان هو يعمله. طب لما تكرر قصه داود الرب مزمع يعمل فيها ايه؟ ما حصلت خلاص. قصه داود ما جت في سفر صمويل ورجعت جت في سفر الملوك. في قصص كتير جدا جت في اسفار صمويل الاول والثاني ورجعت جت في سفر الملوك ورجعت جت في سفر اخبار الايام. الرب مزمع يعمل ايه؟ ما القصه حصلت خلاص، ايه اللي هو مزمع يعمله فيها؟ وما هياش قصة مثلا اللي هو يعني فيها عبرة، لا قصص عادي يعني ما فيهاش نصايح مثلا ولا حاجة. ماشي كرر النصايح، انما بتعد لنا القصة كلها ليه من الاول ويرجع يعيدها غلط اساسا او يعيدها مختلفة. يعني هي دي المشكلة، يعني حتى لما بيجي يكرر القصة بيروح قايل لك حادثة غير الحادثة اللي حصل. يعني زي ما شفنا المرة اللي فاتت، مرة يقول لك ربنا كلم داود وقال له روح قد الشعب، وبعدين نرجع تاني يقول لك لا ده الشيطان وقف قدام بني اسرائيل واغوى داود ان هو قد الشعب. يعني حتى القصه ما بيبقاش متفق عليها. طب بتكرر ام القصه ليه؟ ايه السبب التكرار؟ قصه المسيح 4 مرات يا بيه، 4 اناجيل. يعني ايه ده؟ ايه يا عم؟ ولا ايه؟ ومثلا حادثه مهمه جدا زي حادثه القيامه اتكررت 4 مرات مختلفين تماما عن بعض، الاربع مرات ما لهمش اي علاقه ببعض خالص. مره يقول لك ملاك، ومره يقول لك شاب جالس، ومره يقول لك ما فيش حد اصلا. ايه بقى الرب مزمع يعمل ايه؟ مش المفروض ان القيامه دي حصلت خلاص؟ يعني مش مزمع يعمل حاجه يعني مفيش، ما خلاص حصلت، واساسا الاربع مرات مختلفين عن بعض. ايه سبب التكرار؟ ما فيش رد. هو الكلمتين اللي هو قالهم لك دول. خش بقى على موضوع ان ايه ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد. يعني ايه يعمل صلاح؟ ايه يعمل ما احنا خلينا نعرف الحاجات الاول، نتفق على التعريفات. يعني ايه يعمل صلاح؟ يعني يعمل خير. قال لك ما حدش يقدر يعمل صلاح من غير المسيح خالص. يعني انت ما شفتش اي واحد بيقدم خير في العالم الا اذا كان مسيحي؟ ما شفتش واحد ملحد مثلا بيقدم خير في العالم؟ ما شفتش واحد مسلم؟ ما شفتش واحد بوذي؟ ما شفتش واحد مثلا زي غاندي؟ غاندي ده ما كانش مسيحي على فكره، وحش، ده ما بيعملش صلاح خالص، ما قالش كلمة واحدة كويسة. الرهبان البوذيين ما فيش خالص خالص، محدش بيعمل صلاح خالص، هو اللي يعرفه المسيح بس. انتوا ما بتفهموش. انا مش عارف اقول ايه، يعني ما فيش كلام يتقال. الا اذا كان بقى هو مفهومه للصلاح ان انت تكون بتعبد الله او بتعبد المسيح. طب ما ده هو ده الصلاح؟
استفدت انا ايه؟ لو انت قاعد مثلا عمال تعبد المسيح بتاع، انا استفدت انا ايه دلوقتي؟ الناس استفادت ايه؟ لا شيء. واحد زي اينشتاين، اينشتاين احنا عايشين في خير الدراسات بتاعته لحد النهارده، عايشين في خير العلم بتاعه لحد النهارده، وده كان راجل ربوبي او تقريبا ملحد يعني، وكان ليه رساله من الرسائل اللي بعتها لواحد من اصحابه بيقول له ان فكره ربنا بتاع العهد القديم دي فكره مضحكه. فايه ده ما عملش خير؟ ما فيش حد عمل خير خالص، ولا هو ايه الخير بالنسبه لكم؟ عارف انت اللي هو الدين عند الله الاسلام، هو انت مسلم يبقى انت كويس، انت مش مسلم يبقى انت ابن دين كلب مهما عملت. هو كده برضو، انت تعرف المسيح يبقى هو ده الصلاح، ما تعرفش المسيح يبقى انت ابن دين كلب برضو. اتفضل. لا وبيستمر في التحدي، يقول لك لمده 1000 سنه 2000 سنه مفيش حد يعمل التحدي مفتوح، هاتولي واحد هاتولي راجل. يعني انت حتى مكرر جمله، يعني اولا التكرار ده عامل زي جو ام كلثوم اللي هو نظام تاني عارف انت اتهم ايه رأيت خيال. فايه المتعه في انك تكرر؟ هو مش كلام الانجيل او الاناجيل او كلام التوراه او الكتاب المقدس كله بيتقرا اناء الليل واطراف النهار يعني كده كده بتكرر؟ انت كنفس الاله بتكرره جوه نفس الكتاب ليه؟ هو هيتقرا مره واحده؟ ما خلاص قرناه ونرجع نعيده تاني. غير كده صح زي ما انت بتقول، انت دلوقتي قدمت لي 4 قصص للقيامه كل واحده مختلفه عن الثانيه، يعني انت بتجامل يعني اولاد ابو اسماعيل عشان ما يزعلوش والنبي هات قصتهم نحطها ومش عارف وقصه البريامات ايه ده؟ مفيش اي فايده من التكرار، بل ساعات بيبقى فيها اخطاء، ده في ارقام بتبقى فيها اخطاء زي ما انت قلت الحلقه اللي فاتت. فبالتالي انا مش شايف ان موضوع التكرار ده هو جاوب عليه اصلا. لا ولما الخطا يقول لك ايه نشوف لها صرفه مش نعترف لها صرفه ايه لا نشوف الحلم الصرفه الحلم اللي جاله لفرعون مش جاله مرتين؟ انت عايز اكتر من كده؟ خطا يعني لما قال لك في العهد القديم كان مكتوب 23000 وبولس بيقول 24000، فقال لك ايه ده ازاي؟ قال لك لا اصلا 23000 في اول يوم، بولس قال 23000 وفي العهد القديم مكتوب 24000. قال لك لا اصل بولس قال ان 23000 في اول يوم وتاني يوم في 1000 تاني ماتوا بعد الساعه 12 في 1000 وقع من المرض كانوا في العنايه المركزه وما قدروش يعني كنا حاسبينهم اول يوم في المصابين بس بعد كده ماتوا بالظبط نفس. والشاهد بقى بتاعه لما بيجي يرد يجي يقول لك الحلم بتاع فرعون، ايه التشابه بين الموضوعين؟ ايه التشابه بين كلام الاله وانك تذكر لي قصه حلم فرعون جاله مرتين؟ بيقول لك الحاجه لما تتكرر يعني يبقى الرب مزمع ان هو يعملها. طب قصه داوود الرب مزمع يعملها تاني يعني عجبته عايز يعبها ولا ايه؟ طب ولو ما كررهاش يبقى مش ناوي يعني بيفكر يعني السؤال الاهم في ايات ما اتكررتش، طب ليه؟ عايزين نعرف مش مهمه نكمل. لكن برضو عايز اقول حاجه تاني مهمه، أن في هذا المزمور ومزمور 53 جملة اختلافات ودي مهمة. يعني احنا قلنا التشابه والقارئ السطحي مش هياخد باله من الاختلافات، انا هركز على اختلافين. الاختلاف الأولاني أنه في مزمور 53 الله اسم الله يتكرر 7 مرات ولا يذكر اسم الرب ولا مرة واحدة، بينما في مزمور 14 يتكرر اسم الرب 4 مرات. طب ايه السبب؟ أول اختلاف. طيب المعنى اللي كده أن هذه المزامير من 1 لـ41 تمثل الكتاب الأول في سفر المزامير، من 42 لغاية 72 تكوين، مش كده تقصد؟ بالضبط. يعني زي ما أصفار موسى 5 كذلك سفر المزامير متقسم تقسيم خماسي 5 مرات أمين فأمين أمين فأمين تمام. الكتاب الأولان يمثل البقية التقية في المستقبل عندما تكون في أورشليم، لكن في نصف الأسبوع الثاني عندما يسقط الشيطان من السماء إلى الأرض هيضطروا يهربوا إلى كل العالم. هنا في القصة في الكتاب الثاني مزمور من 42 لـ72 بيتكلم عن هذه الفترة العصيبة، ولذلك يختفي اسم الرب، اسم العلاقة الشخصية بينه وبين شعبه يهوى، ويتحط بدله اسم إلهيم، اسم الله في علاقاته مع خالقه. دي واحدة. الثانية يقول كده ألم يعلم فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والله لم يدعو، عدد 5 هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف لأن الله قد بدد عظام محاصرة.
لبصينا في أصحاح المزمور 14 هنلاقي لا الكلام مختلف لما يقول لنا كده: ألم يعلم كل فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعو هناك خافوا خوفا لأن الله في الجيل البار. وكأنه في أصحاح 14 اللي خاف هم الأشرار لأن الرب في الجيل البار، بينما في أصحاح 53 اللي خاف هم الأبرار ولم يكن هناك خوف لأن الله بدد عظام مضايقيه. يعني ما كانش في لزوم للخوف لأن الرب معه، وإن كان الرب معنا فمن علي. طبعا العدد الأولاني ده خطير جدا، هو بيؤكد حاليتنا النهاردة. مظبوط. قال الجاهل في قلبه ليس إله، ليس إله. والنهاردة انتشار الإلحاد واللا أدرية واللا دينيين. النهاردة المزمور في 14 أو 53 بيدي إنذار، قال الجاهل في قلبه ليس إله، يعني اللي بيقول ما فيش ربنا. صحيح. ده عنده جهل شديد. صحيح. لأن الأمور الطبيعية تلقائية، التفكير في أي إنسان قدامي لابد أنه له خالق عظيم. الخليقة الكبيرة دي ليها خالق عظيم أعظم من الخليقة، ودي بديهية مش محتاجة حاجة. ناخد أختنا. استنى قبل ما ناخد أختنا، أنت أولا يعني هنيجي للشتيمة دلوقتي، بس الكلام اللي هو قاله في الأول ده مش عارف المزمور ده جه في الرب، لا أصل ده مش عارف متقسم تقسيم خماسي، أمين في أمين أمين ولد أبو جليل ولا أمين ولد الطحاوي. إيه الكلام ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه الهري ده؟ إيه اللي متقسم أمين في أمين وخمس أخماس وإيه هو ده؟ أنت بتعيد أم الكلام دلوقتي. إيه اللي مش عارف قال كلمة الرب أربع مرات وأنا قالها 17 مرة؟ إيه ده؟ فهمت أنا إيه دلوقتي؟ مين اللي بيقعد يألف الكلام ده ويقعد انتوا فاضيين للدرجه دي تقعدوا بقى اللي هو تعدوا الكلمه دي جت كم مره والكلمه دي جت كم مره؟ ايه الفرق بينكم وبين الجماعه بتوع الاعجاز العددي والهاري ده بقى؟ مفيش اي حاجه، هو نفس الهرتله، عالم فاضي لدرجه ان هو سايب مضمون الكلام وعمال يعد الكلمه دي جت هنا كم مره، الكلمه دي جت اربع مرات وهناك جت 14 مره. اي هبل. وبعد كده يتطاول علينا الشيخ صموئيل يقول لك النهارده المزمور ده بيتكلم صح، النهارده انتشار الالحاد واللا ادريه واللا دينيه، اللي يقول اي حاجه زي كده يبقى عنده جهل شديد. احنا اللي عندنا جهل شديد يا شيخ صموئيل، بلاش اغلط فيك، انا مش يعني هحاول ان انا بقى افضل منك ومش هغلط فيك. احنا متهيألي احنا شايفين دلوقتي، يعني المستمع شايف دلوقتي مين اللي جاهل، مين اللي الدليل بقى ايه ان احنا جهله؟ انت شايف انسان قدامك يبقى اكيد ليه صانع، يبقى اللي شايف الخليقه الكبيره دي ملهاش صانع. بس برافو عليك، صح اللي خلاص برافو عليك، انت كده اثبتت كل حاجه، انت كده اثبتت ان كل المسيحيه صح لما قلت لي الكلمتين دول، انا امنت بالجلده، هو ده الاثبات العدل. واللي مش مصدق الهبل اللي انت بتقوله ده، يعني مين اللي جاهل؟ مين اللي مش بيبحث في اصول الاشياء؟ مين اللي بيملى الفراغات؟ هو انت لما جيت قلت لي الخليقه الكبيره دي جت منين، لما جيت قلت لي في كائن هلامي خرافي اسمه ياوي احنا ما شفناهوش قبل كده، ما حدش شافه وقاعد في حته احنا ما نعرفهاش، هو اللي عملها، هو ده كده العلم؟ كده انت عالم؟ واللي مش مصدق الادعاء بتاعك ده يبقى جاهل؟ انت مصدق نفسك؟ مين فينا اللي جاهل؟ اللي بيدور على اصول الاشياء بالطريقه العلميه، ولا اللي بيدعي وجود كائنات خرافية ما عندوش ربع دليل على وجودها ان هي اللي عملت الخليقة دي كلها؟ بلاش اغلط فيك يا شيخ صموئيل، عشان يعني احترم سنك بعد كده لما تتكلم عن الناس، حاول تحترم سنك. اتفضل يا فضيل. وكمان ايه الدليل في انك تقول لي ان مكتوب في الكتاب ان اللي مش هيسمع كلام الكتاب ده هيبقى جاهل؟ يعني هو ده كده دليل؟ طب الاسلام ما بيقول لك نفس الكلام برضو، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلنقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، يبقى خاسر. في الايه اللي بعديها هم القوم الظالمين، والهندوس بيقولوا نفس الكلام، وكل كتاب بيقول اللي مش هيسمع اللي في الكتاب ده يبقى انسان جاهل وغبي وظالم ومش عارف ايه. طب اسمع كلام مين فيكم لمجرد ان هو كتب في كتاب فخلاص كده بقيت ملزم بيه؟ ده ملزم ليك انت لو انت مصدق الهري اللي في الكتاب ده، انا اسف يعني. طارة من السويد، انا متاسف ان انا نسيتك، معلش سامحيني. اهلا بك يا اخت طارة، ايه سؤالك؟ سلام المسيح. سلام المسيح اخت طارة، اهلا بك. والله يباركك ويبارك الاخ يوسف، وانا من محبي الاخ يوسف كثير كثير، والله يباركك. انا عندي سؤالين من
العهد القديم يعني ما فهمتهم، إذا ممكن بس توضح لي إياها. لا تفضل. سؤال من التكوين الصفحة الثالث العدد 15 وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نفسك ونفسك، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. صحيح. كلمة عقبة وش يقصد؟ أنا أعرف أنه بالصليب بس. طبعا. ليه ما قال بالصليب؟ ليه قال بال عقبه؟ وعندي سؤال ثاني، لما يعني كان آدم وحواء وكان قاعدين وأخوه هابيل يقول له بالإصحاح التكوين الرابع الإصحاح العدد 16 يقول له ولذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه، وجعل ضرب لقايين يعني علامة لكي لا يقتله كل من وجده. هو مين من وجده؟ هو ما في حد، هو بس قايين وهابيل وأبوه أمه، يعني هاي العبارة ما فيش حد يعني ثاني عشان يقتله. صحيح. أشكرك جدا. أفهم هاي العبارتين إذا ممكن. لا ده أسئلة حلوة يا أختي طارة، وأنا مبسوط جدا إن حضرتك بتدققي فيما تقرأيه، وده مهم جدا لأن كل كلمة في الكتاب لها أهمية، فمش بنقرأ ونعدي لكن نقرأ ونتساءل ونفكر ونتعلم. وسؤالك في تكوين 3:15 ده سؤال رائع جدا، لأن بيتكلم عن أول نبوة عن شخص المسيح، وهنسمع التفصيل من الأخ يوسف. شكرا يا أخ. ذكر نايك. That's a good quote of my brother. عارف أنت الجو ده. المشكلة ان هو دايما يحسسك، هو لما اتكلم معايا انا شخصيا على فكرة عمل معايا نفس الكلام، لا انا مبسوط جدا ان انت مش بتبلع وخلاص وبتتساءل وبتاع، طب اتفضل سعادتك رد. يعني كان بيقعد يكلمني يعني كل اسبوع ساعة مثلا، كل ما اجيب له معضلة يقول لي انا مبسوط جدا ان انت مش بتبلع وخلاص وبتتسماش، اتفضل طيب رد. يقعد بقى يعمل نفس التفسيرات الحلقية اللي انت بتسمعها دي دلوقتي، نفس الكلام. انت السك مش عارف بس واخد بالك بقى انا مش عارف ايه ده بيرمز للمسيح. طب انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ احنا نسمع دلوقتي يقول لك هو ياوي بيقول لحواء اضع عداوه بين نسلك ونسلها اللي هي الحيه، انت هو يسحق راسك وانت تسحق وبين نسلك ونسلها، هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه، يعني هو يدوس على راسك وانت تعضيه في كعبه عقبه. يعني قال لك دي نبوة عن المسيح بقدرة قادر سبحان الجيل ده عطول دي نبوة. وما احنا بنهزر هنا. طب هنشوف بقى ازاي هي نبوة عن المسيح. اتفضل يا فندم. مختارة جدا. اتفضل. يعني زي ما حضرتك بتقول دي اول نبوة عن المسيح وعن صليب المسيح. يعني هنا بتشوف المسيح مسحوق لما يقول لنا كده اضع عداوة بينك وبين المرأة الحية والمرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك، هو أي نسل المرأة يسحق رأس الشيطان. وبالضبط. وأنت تسحقين عقبه. يبقى كأن المسيح سوف يسحق. متى سحق المسيح؟ الصليب. عند الصليب. ومتى سحق رأس الحية؟ استنى يا فادي بيه. لا مش النصبة وسعت أول مرة. قال لك المسيح سيسحق. لا هو مش بيقول لك هتسحقه. بيقول لك تسحق عقبه. والست لما سألتهم دلوقتي بتقول لهم اشمعنى عقبه؟ اشمعنى عقبه يعني ليه مش رأسه؟ يعني المسيح سحق في الصليب، هل المسيح على الصليب كانوا معلقينه من عقبه بس؟ معلقينه من كعب رجله؟ ولا لغليقه؟ يعني هي ولقوا كده ايه دي النصبة تمام وخد يلا انا جاوبت لك على السؤال، عايز ايه تاني؟ دي الاجابة، دي اجابة. السؤال الست ما زال قائم، اشمعنى عقبه؟ ليه مش وركه مثلا؟ ليه مش دراعه؟ اشمعنى عقبه؟ قال لك اصل المسيح سيسحق في الصليب. ايوه ما هو ما قالش هيسحق كله، بيقول لك يسحق عقبه، انت تسحقين عقبه. رد يا عم على دين ام كلمه عقبه، اشمعنى عقبه؟ ده لففنا وقال لك مش عارف هو يرمز لنسل المراه ونسل المراه ده اللي هو المسيح، يعني مش اي حد تاني، لا المسيح. ونسل الحيه اللي هو مين؟ الشيطان. ازاي الحيه خلفت الشيطان مثلا ولا ايه؟ الحيه بترمز للشيطان. الرموز بقى شغل ايه؟ العفركوش. نمسك بقى الحاجات دي ونقعد انا نديها رموز. الحيه بترمز للشيطان، ما ممكن الحيه ترمز لاي حاجه. ممكن الحيه على فكره تاخد الموضوع زي ما هو والحيه تبقى هي الحيه اللي هو التعبان، يعني عادي مش اي مشكله، مش محتاجه رمز ولا اي حاجه. لا بس ازاي؟ لازم نفتي ونهري، لازم. وحتى لما نهري نسيب نص الكلام وناخد النص التاني،
لا انت تسحقين عقبه يعني ما جاتش عقبه كله ربعه اي حاجه هو صعق بالصليب وخلاص يعني يعني اعتبرها عقبه اعتبرها عقبه عشان نخلص هو صعق بالصليب ولا ما صعقش اعتبرها عقبه يا سيدي هو لو حد عاقل هو فلنفترض ان القصه سليبه يعني بتاعت حواء والتعبان دي ففي الغالب التفسير اللي هيجي لحواء ولا هيجي للافعى ان حواء هتدوس على طبعا الافعى كانت باربع رجلين انتوا عارفين وخلاص هو قطع لها رجليها وخلاها ايه تسحب على بطنها فبعد كده طريقه موت الافعى ان هي الثانيه تدوس على راسها اللي هي الافعى عادي ما فيش اي رموز والافعى لما تيجي يعني تنقض على الانسان او على حواء بتعض من الكعب يعني ايه الرموز في الموضوع فين الرمز لا امال يعني ما نقعد ما نفتيش كده يا فادي بيه يعني انت امال المسيح جه كده ولا ايه وحتى لما نيجي نفتي مثلا يعني لازم برضو نغلوش على الكلام شويه يعني يعني ما اقول لك عقبه اقول لك المسيح صعق بالصليب يا عم احنا بنسال على عقبه يا عم يعني ما تدقش قوي يعني عقبه يعني كله يعني او عقبه يعني هتفرق يعني معاك هو صعق وخلاص خليك حلو كده عشان نعرف نلبسك طيب انا لبست اهو يلا عشان خارجين وهنا زي ما حضرتك بتقول نبوة رائعة أول نبوة لا يعني متخيل دي ملايين أو آلاف السنين ما نعرفش قد إيه مدتها لكن على الأقل بتعلن إعلان واضح إن فكرة خلاص المسيح ومجيئه هي فكرة أزلية بالظبط يعني تمام. مش مفاجأة بالزبط. أو يعني لسه ربنا هيفكر يعمل إيه لكن ربنا كان مجهز الحل لأن هو عارف بالزبط. إن الإنسان هيسقط وعايز ينقذ لأنه بيحبه تمام. وبالتالي خلاص المسيح أعد قبل خلق الإنسان بالظبط ده اللي بيقوله فيه بطرس الأولى 1:18 افتوديتم بحمل معروفا سابقا قبل تأسيس قبل تأسيس العالم عشان كده قالوا برضه بطرس في أعمال 2:23 هذا فادي بيه يقول لك هي ممكن تكون ملايين أو آلاف السنين احنا ما نعرفش يعني قصة آدم دي حصلت من ملايين أو آلاف السنين احنا ما نعرفش لا المفروض بحسب كتابك انت تعرف لأن إنجيل لوقا خد نسب المسيح لحد لحد آدم وإنجيل متى قسمهم 14 جيل لحد إبراهيم فلو خدت انت الأجيال من بعد إبراهيم لحد آدم بحسب إنجيل لوقا يبقى الموضوع كله لحد المسيح 4000 سنة بس يعني لحد النهاردة الكلام ده حصل من 6000 سنة بس بالضبط أغلبية المؤرخين من داخل الكتاب المقدس بيقولوا ان عمر وجود الإنسان على الأرض هو 6000 سنة هو دلوقتي بقى بيشتغلنا بقول لك ممكن آلاف السنين او ملايين السنين لا بقى. هو قال ملايين يا جورج وبعد ما قال ملايين لحق دي زلة لسان ام قال او آلاف السنين بقى بيقول لك احنا ما نعرفش ليه بقى لانه محرج يقول ان الموضوع بقى له 6000 سنة بس بحسب الكتاب المقدس لان هفضيحة في حاجة اسمها الانسان بعد يا عم ده لسه من كام اسبوع كان خبر على البي بي سي واللي نزلوه في نيتشر كائن جديد اكتشف في اثيوبيا رجع عمر الهومو سابينز باك اكتر من 300000 سنه اللي هم اريكتوس احنا نهزر هو محرج يقول لك ان هي 6000 سنه فيعمل ايه يقول لك ممكن تكون ملايين او الاف السنين احنا ما نعرفش لا امي اللي تعرف يحمد الحضارة الفرعونية أدم من آدم يعني شواهد قدامهم والبابلية وغيرها الحضارات دي قديمة جدا بس لازم ايه احنا مش عارفين نعمل ايه فنقعد نهرتل ولك كان اصل الحمل اللي كان هيتصلب مش عارف ايه كان من قبل تأسيس العالم طب فين الكلام ده لما اخذ ابو الكباتن في العهد القديم تجيبته منين اجايبه من العهد الجديد طب مش انت باني الكلام ده بتاع العهد الجديد على العهد القديم فين بقى طلعونا في العهد القديم قالك لا الرموز يعني مفيش كلمة واضحة بتقول ان في حمل هينزل من عند ربنا في العهد القديم وهيتصلب عن خطايا العالم مفيش ولا كلمة واضحة عن الكلام ده لكن نعمل ايه عشان نلبسها نجيب بقى الحاجات الحقيقة بترمز للشيطان ومش عارف مين بيرمز لمحمد ومصر بترمز للعالم ودمشق بترمز لعبد السلام بقى نقعد بقى نخلي الموضوع كله ايه عفركوش والبخور طالع والرموز وبس هو كده احنا انت كده لبسته ولا لسه يعني حاول يعني اخذتموه مسلماً بمشورة الله المحتومة وعلمه الصحيح يبقى الله زي ما حك قلت لم يفاجأ طبعا طبعا حسن ان الانسان اخطأ لكن يعني البشرية كلها اخذتموه
يعني انتوا فعلا نجزتموه. الله رأي حمائي، زمان خدنا هو دي مغنية معروفة. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعمال. ده السؤال الأولان مش كده ولا أنا مغرب؟ عايز برضو تفهم عقبه، لأن هي بتسأل عقبه. عقبه, عقبه ناسوته. طبعا المسيح لاهوت وناسوت زي ما احنا عارفين، ولولا أن لاهوت المسيح لم يفارق ناسوته ولا لحظة واحدة ما كان لكفارته تلك القيمة الغير محدودة. يعني إنسان يموت يفدي إنسان، صحيح. لماذا المسيح يفدي ملايين؟ لأنه مش مجرد إنسان، أمال إيه؟ هو الله. طب هو الله يموت؟ لا، الذي مات مش اللاهوت، اللاهوت لا يموت، لكن اللي مات هو الناسوت اللي بيسميه هنا عقبه. يبقى في رأس وعقب، الرأس اللاهوت المسيح، العقب هو ناسوت المسيح. الناس ما قامت المسيح كله، لا المسيح اللي هو الناسوت بس، فبيسميه ايه؟ بعقبه. عقبه دي ترمز للناسوت، وممكن ترمز للموضوع لو عايز. انت عايزها ايه؟ ساعتك عايزها ايه واحنا نفصلها؟ هو مش اللاهوت ما بيموتش، الناسوت هو اللي مات، اللي هو بيرمز له بعقبه. طب ما ينفعش صباع رجله الصغير؟ لازم عقبه وركه. طيب كان ممكن ترمز للناسوت برضه، يعني هو اللاهوت عنده ورك ولا عنده عقب ولا الشيطان قوي على ناسوت المسيح ولم يقوى على لاهوته طبعا. نعم. السؤال الثاني بتاع تكوين 4:16 غلطة شائعة، انه يقول لك ما كانش فيه غير قايين وهابيل وبس، فخايف منين ان كل من وجده يقتله؟ واحنا جبنا منين ان ما كانش فيه غير قايين وهابيل؟ كون الكتاب لم يذكر لنا سوى قايين وهابيل ليس معنى ذلك انه ما كانش فيه غير قايين وهابيل. طبعا في الوقت ده ما كانش فيه تحديد نسل، صحيح، ولا في زولي. اولا لان الله رجعالي خش على الهمدة دي. الهمدة دي هو هنا قاعد بقى ايه، خرج عن المألوف وقعد يهرتل بقى. قال لك انت جبته منين ما كانش فيه غير قايين وهابيل؟ جبناه من الكتاب بتاعك ده. جبناه منين يعني؟ جبناه من عند امنا مثلا؟ هو احنا اصلا احنا كبشر عاديين نعرف قايين وهابيل؟ ما هي دي اختراعات انت اللي مخترعها. جبناه منين؟ جبناه من الهري بتاعك. قال لك عارف ادم امراته فحبلت وجابت قايين، ثم عاد وعرف امراته فحبلت وجابت هابيل. جبناه منين اهو؟ قال لك لا، ده معنى ان الكتاب ما قالش ان ما كانش فيه. طب ما ممكن يكون اي حاجه، يعني انت شعرفت، هتقعد تستنتج، انت هتقعد تخترع. قاعد تخترع. اسمع بقى الاختراعات يا فادي، معلش يعني ركزوا معانا يا جماعه، ركزوا معانا. انه يقول لك ما كانش فيه غير قايين وهابيل وبس، فخايف منين ان كل من وجده يقتله؟ واحنا جبنا منين ان ما كانش فيه غير قايين وهابيل؟ كون الكتاب لم يذكر لنا سوى قايين وهابيل ليس معنى ذلك انه ما كانش فيه غير قايين وهابيل. طبعا في الوقت ده ما كانش فيه تحديد نسل، صحيح، ولا في لزوم ليه. طبعا اولا لان الله قال لهم اسمروا واكسروا وامنعوا الارض، وبعدين ما فيش دواعي صحيه تمنع الانجاب، صحيح. وبعدين الخير كتير جدا، صحيح. فاكيد انا بتالي كان كل سنه ولا بالكتير كل سنتين ولا حاجه ادم يجيب وراء ايه؟ ما الدنيا واسعه وكتير. استنى يا عمادي بيه، انت بيتهيألك؟ انت جاي تقول لنا ان انت بيتهيألك؟ هو ده الرب ان انت بيتهيألك؟ انا هبني الفكره كلها على ان انت بيتهيألك؟ هو ده بس كده؟ جبت منين الكلام ده؟ جبت منين؟ مكتوب فين ان ادم كل سنتين كان بيجيب له عيل؟ جبته منين؟ عشان انت بتهيألك؟ لا، عشان كان في خير كتير وكان في غنم بقى كتير وبتاع، وما كانش في النجمه الذهبيه بتاعه تحديد النسل وتنظيم الاسره، ما كانش في اي حاجه معروفه. يعني طالما انت بتهيألك ان كان في، انا ما بيتهيألي ان ما كانش فيه. ايه يعني فين دليلك؟ فين دليلك ان ادم كان بيجيب له كل سنه ولا كل سنتين عيل؟ فين الدليل يا عم؟ عشان الخير كتير، ما عادي ممكن يبقى الخير كتير هو ما بيجيبش، ما كانش في تحديد نسل وهي ما بتحملش، عادي جدا يعني. ما ساره كانت عاقر وقعدت لحد 90 سنه لحد ما خلفت، ومرات ابنه الكبير مرات اسحاق رفقه قعدت عاقر برضه لحد ما راح صلى لها وجابت العيلين في بطن واحده. انت بيتهيألك؟ انا مالي؟ انت ما يتهيألك، احنا نقعد في التهيؤات بتاعتك؟ انت بتجاوب على الاسئله بالتهيؤات؟ انت جاي تتهيأ لنا هنا؟ هو ده اجابه السؤال ان انت بيتهيألك؟ هو ده اللي تاخده منهم طول الوقت. اتفضل. وهي فما فيش لزوم لتحديد النسل، ولذلك كان العالم مليان. وفي الحقيقه الشخص القاتل بيبقى بيخاف من خياله. كل من وجدني يقتلني، هو لانه شرير وقاتل يظن ان اي واحد في الدنيا هيشوفه
هيقتله، يعني الشرير يهرب ولا طارد، هكذا قال سليمان الحكيم. فهو خايف من ان اي واحد يقتله. ربنا قال له اذا كان دي اللي مخوفاك انا مش هخلي حد يقتلك، وده علامة ان محدش هيقتله. طيب من بداية ادم جينا للأسئلة الحلوة دي. أيوه. انا نفسي اسألك السؤال اللي بعض الناس بيسألوه كتير، خصوصا الآية الموجودة في عبرانيين 9، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. هل الكلام ده موجود في الشريعة أو في سفر التكوين أو في كتب موسى الخمسة، ولا منين كاتب العبرانيين جاب هذا التعليم؟ في الحقيقة هو التعليم ده سدى ولحمة الكتاب المقدس كله كله. يعني لما تقرأ مثلا سفر الخروج، إزاي يطلع الشعب من أرض مصر؟ تجيب خروف تذبحه، ترش الدم على قائمتين والعتبة العليا، أرى الدم وعبر عنه. يعني لازم الدم؟ آه لازم الدم. طب افرض أنا جبت بوية حمراء، لا ما ينفعش. عايز الدم. طب أنا هحط شهادة بحسن السر والسلوك، أنا عاوز الدم. لما تروح لسفر اللاويين تلاقي الدم بقى يملأ السفر طولا وعرضا، الذبائح. ويوم الكفارة العظيم يدخل رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس بدم عن نفسه يقدم تيس، وعن بيت يقدم ثور، وعن كل بيت إسرائيل يقدم تيس، لأنه بدون سفك دم فيش كفارة ولا مغفرة. فده تعليم. عايزة تشرح شوية لبعض الناس. معلش يا دكتور جورج، ايه علاقة الدم بتاع انا فهمت من الكتاب المقدس ان الدم اللي كان موجود في ايام المصريين القدماء اللي استخدموا اليهود، يعني كان لمجرد ان يهوى ما بيميز ما بين البيوت، ما بيقدرش يعرف، فعشان يميز وياخد باله عمى ليلي ما بيشوفش. فهو بيشوف الدم مشاع يقول لك دول تبعنا. ايه علاقة دلوقتي الدم ده بالغفارة؟ ولا حاجة. ان ده وان دي كفارة لأي واحد يهودي ولا حاجة. وما فيش حاجة اسمها بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، دي اختراع من اختراعات بولس. ما فيش الكلام ده، مش موجود في الشريعة اليهودية خالص. اساسا الذبائح بتاعت العهد القديم دي كانت مش ذبيحة الخطية اللي انت عملتها عمد، لا دي خطية السهو. لكن الخطية العمد ملهاش ذبيحة. وفي ذبايح من العهد القديم اللي هو عمال يقول لك الدم يملا سفر، في اللي هو عايزين يركبوا الذبيحه دي على المسيح اللي هو ذكر صحيح بلا عيبه. طب ما في ذبايح كانت اناث الذبيحه كده، ويقول لك انثى صحيحه، انثى من الماعز. المسيح كان انثى برضو ولا كانت ايه الحكايه؟ وفي حاجات اللي هو تجيب شويه دقيق، واللي يقدر يجيب طور يجيبه، اللي يقدر يجيب فرخين حمام يجيبه، اللي يقدر يجيب شويه دقيق يجيب. هو الدقيق في ده سفك دم؟ لا، ما الدقيق ما فيش سفك دم. قال لك اللي ما يقدرش يجيب خروف ولا يقدر يجيب فرخين حمام حتى يجيب شويه دقيق. يبقى الموضوع مش الدم. هو ده استهبال، ده استهبال عشان يلبسها على المسيح. فويس عمل كام حلقة، يعني حلقات رائعة عن موضوع الكفارة والدم والكلام ده، أنصح الناس المهتمة بالموضوع تبقى تسمعها. يعني إنما هم هنا بس إيه، بيقلسوا علينا أي هاري وخلاص. نرجع للأسئلة العظيمة بتاعتك. ناس مش فاهمين ليه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، ليه الدم هو الوسيلة اللي الله علم بيها، حتى من تكوين 2 لما بيتكلم إن هو تكوين 3 لما عمل لهم أقمصة من جلد وفي ذبيحة، يعني دي أول إشارة. صحيح. طيب يعني ليه الدم بالذات، ليه ربنا سبحانه اختار أن يكون عمل لهم أقمصة من جلد، فدي إشارة للذبيحة. فين الإشارة اللي في الذبيحة؟ عمل لهم أقمصة من جلد، لازم يكون في حد الدبح. ما هو ده برضو إيه النصب بتاع الجماعة المسيحيين في الموضوع ده، يقولك إيه طالما عمل أقمصة من جلد يبقى جاب حيوان وذبحه. لا مش شرط على فكرة، مش ده إله، مش هو أساسا لسه من إصحاح قال لك ليكن كذا فكان، لتفض الماء المياه زحفات وفاضت. عادي كان ممكن يكون قال جلد، عايز جلد يطلع له جلد من غير حيوان ومن غير اي حاجه خالص. جبت منين ان هو ذبح حيوان؟ مفيش اي شرط. طب ما قالش ليه؟ عادي ممكن يكون جابها من اي حته، ممكن يكون كان شايلها في الحمام، او جاب ضلع من ادم وعمل منه جلد. ما هو لما بنزنق بياخد من ادم، لاش علاقه بالدم. جبت منين ان هو ده؟ يقول لك الاشاره في العدل ان هو جاب حيوان وذبح. لا ما فيش اي اشاره ان هو جاب حيوان وذبح، وما قالش اي حاجه عن الدم على فكره، ولا قال اي حاجه عن ان هو ذبح اي حد. قال لك عمل لهم اقمصه من جلد، عادي ممكن يكون جلد صناعي يعني، او جلد هو اخترعه وهو قاعد. اي حاجه، انت مش عرفنا انت كنت معاه،
انت فسرتها على ان هي حيوان الذبح، اي حد تاني ممكن، ما هو طالما انت بتهتي من عندك ممكن اي حد يهتي، طالما هو اقتراح من عندك ممكن اي حد تاني يقترح. هو الجلد ده لازم يجي من حيوان مذبوح؟ مش الهكم لسه خلق حاجات كتير قبل كده من لا شيء من العدم؟ عادي ممكن عمل جلد من العدم برضو، انت ايه المشكله يعني؟ هو معلش في التكوين برضو اللي بيتكلم فيه، لما جاء فصل بين السماوات والارض فصلهم بايه؟ مش عارف اقول لك ايه. فصلهم بالمفصله، مش لا مش حط ما بينهم جلد، جلد. ما تفهمش ايه الجلد ده برضو، دي حيوانات كتير دبحها بقى وقام خيط وبتاع وعمل عمل جزمه جلد. هو جلد، ما تفهمش ايه الجلد ده برضو، ما فيش تعريف محدد للجلد، وقال لك انه فصل بين المايه اللي فوق والمايه اللي تحت، ما تفهمش ايه الجلد ده اللي هو فصل بين المايه اللي فوق، وفين المايه اللي تحت دي المؤاخذه اللي هي فين دي اللي هي المايه اللي حاجه بلاستيك عشان ما تسربش عشان ما ينقعش على الارض. المايه اللي فوق لا مؤاخذه، المايه اللي فوق دي لا ما هو شايف ان السماء دي مليانه ميه وكل شويه يقوم عامل خرم في البلاستيك يقوم ناقع على تحت. يا عالم يا اللي فوق، يا عالم اللي غجر الغسيل، الملائكه يا بتمسح السماء واخد بالك، المطره بتوع بقى بيكمل. الدم هو الوسيله الوحيده للتكفير عن الخطايا. بالظبط. يعني شوف حضرتك لما نروح لسفر التكوين اصح 9 بيمنع اكل الدم. ليه؟ لان الدم هو حياه المخلوق. ولذلك ممنوع انهم ياكلوا الدم، لان الدم ده اعطيته اياكم على المذبح علشان يكفر عن نفوسكم. غير ان لحما بحياه دمه لا تاكلوه. بالظبط. يبقى اذا من اللي بيركز على ان الانسان ما ياكلش الدم في تكوين، في لا هنا في تكوين 9 ولما تروح لسفر اعمال الرسل 15 مع ان الكنيسه لا تعنى عاده بالمسائل الطقسيه، لكن يقول لك ما تاكلوش المخنوق ولا تمتنعوا عن الزنا وعباده الاوثان والمخنوق والدم. طب ليه الدم؟ لان الدم ده يكفر عن الانسان، وده الكلام اللي لقيه في لاوين 17، الدم يكفر عن النفس. وعشان كده اللي يعطى يقدم لله. وايه المقصود الدم؟ لان الدم هو حياه الكائن الحي. لما تسفك دم الخروف يبقى انت اخذت حياته، لما تسفك دم الانسان اخذت حياته، واجره الخطيه هي موت، يبقى لازم سفك الدم برهانا على ان الموت تم. رائع. فهمت حاجه يا دكتور جورج؟ لا الحقيقه ما فهمتش اي حاجه. هو الحياه الحيوان اللي هي دمه، لما تسفك دم الحيوان يبقى كده خدت حياته. على فكره لو انا عملت حياته ب50 طريقه انت ممكن، لا انا عملت لو if you sever the brain stem انت خدت حياته من غير ما تسفك نقطه دم واحده. لو صفيت السي اس اف بتاعه سيريبرو سباينال فلويد وحصل برين هيرنيشن هيموت لو خنقته دم واحد. وهيقول لك تمتنعوا عن المخنوق، وهو لسه قايلها المخنوق والدم، والدم هي الحياه. طب والمخنوق لما مؤاخذه اخباره ايه؟ ماله ده؟ ما تاكلش المخنوق ليه؟ طالما هو الموضوع في الدم يبقى الحياه في الدم، طب ما تاكلش المخنوق ليه؟ ماله هيحصل له ايه؟ والناس اللي بتعمل نقل دم يا دكتور دلوقتي بقى عندنا عمليات تقدر تاخد دمك بالكامل يتغير. هي دي لحد النهارده جيهوفاز ويتنسز جماعه اللي هم دول بيرفضوا ان حد يديهم دم. ممكن يبقى يعني هي حالات يورث لها بصراحه، يعني لما بشوف الحالات دي بيبقى الواحد قلبه بيتقطع. ده هو يعني كيسين دم وهيبقى زي الفل، يرفض تماما انه ياخد دم. ليه؟ اقول لك الثاني اللي هيديني الدم ده ممكن يكون شرير، فالدم بتاعه جاي معاه شر، ممكن يكون فيه ارواح شريره. يا عم ارواح زفت انت هتموت يا كابتن. ارواح ايه وزفت ايه دلوقتي؟ يبقى روح خد ارواح بعدين، يعني نعيشك الاول وبعدين. ما هو انت على فكره لو انت ميت لا هتاخد ارواح ولا تاخد زفت، تسيح. هي الهرتله دي. مين بقى اللي قال الهرتله دي؟ سليمان الحكيم، هذا البعث اللي اسمه سليمان قاعد يهرتل يقول لك نفس الحيوان في دمه. اي هري نفس ايه وزفت؟ ما تفهمش ايه النفس دي وفي الدم ازاي؟ اي هري وخلاص. ايه تاني حاجات فيها اشاره اكتر للدم سواء في العهد القديم او في العهد الجديد عشان يوضح لكل المشاهدين ان بدون سفك دم لا تحصل مغفره؟ دي مش عقيده جابها كاتب العبرانيين، لكن ده زي ما حضرتك قلت كل الكتاب المقدس. يعني زي ما قلنا
لما تقرأ عن الدم في سفر التكوين هتلاقيه بيتكلم مش عن الجانب الإيجابي للدم. نقرأ على الأقل مرتين عن الدم في سفر التكوين. المرة الأولى ماذا فعلت؟ دم أخيك صارخ إلي من الأرض وعيتك سودة يعني خليل. ذبحه. ودم بتاع قايق بتاع حبيل بيصرخ طالبا الانتقام. دي واحدة. الثانية نقراها في سفر التكوين أصحاح 42 لما أخوات يوسف حطوهم في السجن وطلعوا من السجن بعد 3 أيام قالوا البعض وهم مش فاهمين أن يوسف فاهم لغتهم وهو ده يوسف اللي بتكلموا عنه إننا مذنبون إلى أخينا اعترفوا عندما رأينا ضيقة نفسه عندما استرحمنا ولم نسمع له هو ذا دمه يطلب مننا. يبقى هنا في سفر التكوين بتشوف الدم بيطلب الانتقام وفي الحقيقة دم المسيح سواء هابيل أو يوسف وفي الحقيقة دم المسيح بيطلب الانتقام برضو وقعد سودة اللي بيحتقر دم المسيح. بس النهاردة احنا عايشين في زمان اسمه زمان النعمة. البعض أساء تفسير النعمة طالما احنا في زمان النعمة وطالما ربنا ما بينتقمش وربنا سويت سو سويت يعني احنا ممكن ما نسألش نعمل اللي عايزينه وما نسألش في دعوته ولا نتوب ولا نعمل أي حاجة والنهاية إن شاء الله خير. لا إن شاء الله مش خير إن شاء الله مش خير أبدا. في سفر الرؤيا بنلاقي إن المسيح مغصوب ومغموس بدم ينتقم من كل الأعداء الذين احتقروا دم ربنا يسوع المسيح. وعشان كده أعداء الذين لم يريدوا أن أملك عليهم ائتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. عشان كده دم المسيح في سفر التكوين يطلب النقم لكن بيجيب البركة في سفر الخروج أرى الدم وعبر عنه. بيجيب التكفير والرضا في سفر اللاويين وسفر اللاويين من أوله لآخره بيتكلم عن بالضبط موضوع الرئيسي هو الذبيحة والدم. ولما نوصل بقى لسفر المزامير ولنبوات إشاعية وغير إشاعية هنلاقي كلام واضح عن صليب المسيح لا تخطئه العين إلا الشخص اللي مش عاوز يفهم ومبسوط بالجهل. مبروك عليك الجهل بس أنا ما انصحكش وأتمنى لك مخلصا أنك تدرس بحيادية وتقرأ الكتاب واللي يقول لك عليه الكتاب صدق في يقول لك عليه الكتاب صدقه يا إما تبقى جاهل. مبروك عليك الجاهل. لو ما صدقتش الكتاب بالتافه بتاعنا ده يبقى أنت جاهل ومبروك عليك الجاهل. تقرأ بحيادية واللي يقول لك طب إزاي تبقى حيادي وفي نفس الوقت اللي يقول لك عليه الكتاب تصدقه. مع الحيادي ده بيقعد يفنط كل حاجة قدامه ويشوف مين فيها ينطبق مع العقل والمنطق ومين ما انطبقش. ازاي تبقى حيادي وازاي في نفس الوقت انت عندك confirmation bias اللي هو اللي هيقول لك عليه الكتاب انت تصدقه. اديني عقلك يا ابو كباتن ومش عافي. الكلام اللي انت بتقوله ده ينفع؟ الكلام اللي انت بتقوله ده ماشي مع بعضه؟ واحنا مبروك علينا الجهل. ماشي احنا مبروك ماشي احنا مبروك علينا الجهل. تعال بقى نحاسبك على الكلام اللي انت قلته ده. المسيح بقى دمه يطلب الانتقام وهيجي مش عارف في سفر الرؤيا ويسوبه مغموس بدم ويجيب اعدائه ينتقم منهم ويذبحهم قدامه. هو ده المسيح اللي بيحبك ومش عارف فين الحب ده؟ هكذا احب الله العالم. هو اللي بيحب حد بينتقم منه. متهيألي قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. طب ايه هدف الانتقام؟ يعني ايه الهدف من ان هو ينتقم بعد كده؟ هيشفي غليله؟ يعني هو عنده غليل زينا وهيشفيه؟ مع ده السبب الوحيد انك تشفي غليلك بقى اللي هيحتقر دم المسيح ربنا ينتقم منه. ايوه ليه بقى ابو الكباتن؟ يعني طب الناس هتستفيد ايه؟ ما هو اذا كان عقاب يبقى انت بتصلح سلوكهم. انما خلاص يعني الكلام ده يحصل في اليوم الاخير ان هو مفيش فرصه للاصلاح. فايه الهدف منه؟ ان هو متضايق وبيشفي غليله. طب هو ده كده اله؟ في اله بيبقى مغلول وعايز يشفي غليله؟ في إله بيبقى مغلول قوي عشان هم رفضوا دمه فعايز يشفي غليله فيهم وينتقم منهم؟ ده كلام؟ ده كلام يعقل؟ وفي الآخر اللي ما صدقش الهبل اللي انت بتقوله ده يبقى جاهل؟ يا عم شوف اقول لك ايه. طيب ماشي احنا جاهلة. لا تخيل المقارنة ما بين ايه جهلنا يعني احد الاصدقاء اللي بيقول نحن مبروك علينا الجهل وانت مبروك عليك تهيؤاتك. يعني انا بتعتبرني جاهل وانت عمال تقول بيتهيأ لي وفي الاخر تقول لك شغل عقلك مع الكتاب خلاص بحياديه وانت هتفهم. طب ما انت ما شغلتش عقلك مع الكتاب بحياديه وانت تفهم واللي يقول لك عليك الكتاب تصدقه. مش عارف انت بقى لك جمله مفيده دي. يعني فهمني بتحصل ازاي. ازاي تشغل عقلك بحياديه بس في نفس الوقت اللي يقول لك عليك الكتاب تصدقه؟ ده اللي هو ايه ده يا كابتن؟ دي حاجه كمان إيه مثلا ولا ايه يعني جبتها منين ساعتك؟ لا 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 صحيح. ايه موضوع الدم دم دم؟ انت مش جايب لي اله مثلا بيطلب ظهور
او بيطلب ورد او بيطلب برفيوم، لا، الاله ده عايز دم. هل ده يعني ده شيء عقلاني وده شيء جميل محبب الى النفس البشريه؟ الدم حتى لو دم حيوانات، يعني ايه ليه الدم؟ ليه القرف؟ عشان هو اله صحراوي، هي كلها عبادات صحراويه بدائيه مسروقه من القبائل اللي كانت جنبهم ومسروقه من الديانات اللي قبلهم، هم بينفذوها. بس الجماعه المسيحيين بقى جم ركبوا على الموجه، واللي هو بقى ايه يا هو عمال يعمل ده، لا احنا بقى عندنا واحد هيتدبع. عندنا طب فين الاشاره عليه؟ اه نقعد نجيب شويه كلام ملوش اي علاقه ببعض وفي العهد القديم ونلبسها ونلزقها، الحيه بترمز ومش عارف ايه، عقب ويبقى الناسوت، يعني نلبس اي حاجه في اي حاجه ونطلع. اه شفت بيتكلم عن المسيح، دم هابيل بيتكلم عن المسيح يا عم، دم هابيل بيقول لك ياوي بيقول لقايين اخوك فين؟ قال له معرفش. مع انه لسه قاتله من شويه يعني، قال له دم اخيك صارخ الي من الارض التي فتحت فيها لتقبل دم اخيك من يدك. ايه علاقه ده بالمسيح؟ لا مش دم والمسيح من المسيح بس، يبقى صح حاجه. يبقى انت كده بس خش قدام شويه كده على الشمال هتلاقي ام المسيح اوف اوف هناك، هو زمانه جاي عند المقله. اه استنى كوين بيقول لك ان نوح وجد نعمه، فهل كان نوح محتاج لدم المسيح مع ان عنده نعمه، او كان راجل كويس باين عليه بار؟ وهكذا بعض الاشخاص زي ما بيقول على ايوب كان راجل كامل. هل في اشخاص هيك قلت في الاول في البدايه ان مفيش ولا انسان الا كلنا ضللنا، وعشان كده اتكررت مرتين مزمور 14 ومزمور 53. نعم. فلما يقول لنا ان نوح بار، بس قبل ما يقول انه بار في عدد 9 يقول لنا انه وجد نعمه في عيني الرب في تكوين 6 عدد 8. يعني قبل ما يقول انه بار قال انه وجد نعمه، وكانه تبرر بالنعمه. وفي الحقيقه ما حدش بيتبرر قدام الله الا على اساس النعمه الغنيه وعلى اساس كفاره المسيح. وهل لما بيقول بارا كاملا في جيله هل يعني كان بار يعني البر المطلق؟ لا. لانه قال لنا في المزمور اللي احنا قريناه انه ما فيش بار ولا واحد، وليس من يعمل صلاحا ولا واحد، لكن بار بالمقياس النسبي، لان في ناس محترمه بتقول عليهم الشخص محترم. هل المحترم ده ما عملش خطيه ابدا؟ لا. من ذا الذي ما ساء قط؟ يعني الثاني بيعمل كتير قوي لكن ده قليل، لكن عملها يعني واحد فاجر والثاني مؤدب، بس ده خاطي خاطي فاجر وخاطي مؤدب. صحيح. ليه بنسمي ربنا اله الرحمه او الرحمن الرحيم؟ هل هو بيغفر؟ هل ممكن يسامح؟ هل من البدايه بيسامح بدون عقاب او بدون دفع الثمن؟ من جهه انه رحيم، طبعا رحيم، لكن البعض بكل اسف يظنون ان الرحمه تسبق العدل. وده عنوان كتاب انا زمان ما قريتوش، لكن بصيت العنوان كان بيتباع على الرصيف وابتسمت، يقول كده العنوان رحمه الله تسبق عدله. قلت يبقى عدله معوق، عمره او اقل، أو أقل عمره ما هينفذ العدل، لان رحمه الله دايما بتسبق العدل. في الحقيقه دي حيله عشان خاطر يطلع من المطب، لكن في الحقيقه مش محتاجين لحيله ونطلع من المطب، لان الرحمه والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، مزمور 85 الايه 10. ومعناها ايه؟ في الصليب يا إلهي أشهد العدل الدقيق، فيه قد جمعت بين الطهر والحب الحقيقي. يبقى إذن في الصليب بتشوف رحمة الله وعدل الله. ايه ترنيمة؟ قول جايب لنا ترنيمة دلوقتي. مش جايب آية، لا جايب لنا ترنيمة. يلا هات اللي عندك بقى. يلا نغني. يعني كده دلوقتي احنا قاعدين بنتحاور في العقل والمنطق وبنطلع عجبنا الكتاب ده، فجت على دماغه ترنيمه. لان يلا يا خش جوه اللي تلاقيه خده. أدلة دي ولا مش أدلة؟ لا، وايه في كتاب قديم انا ما قريتوش، عرفت خدت بالك؟ لقيته على الرصيف، قال لك رحمه الله تسبق ايه عدله. لا ازاي؟ لا العدل الاول كان رحمه. طب ايه الفرق؟ قال لك الاثنين قد بعض، الاثنين التقيا في الصليب بقى، العدل والرحمه التقيا في الصليب. اه ماشي. طب خلينا نفكر في الفكره دي كده بطريقه متجرده، العدل والرحمه التقيا في الصليب ازاي؟ ان عدل الله ان هو يعني devour human kind، ما اعرفش ليه يعني الغل اللي عنده ده، ان هم بقى طبعا خطاه واخطاه في حقه، فهو عايز ينتقم من ينتقم منهم، فانتقم من المسيح، عجب المسيح وانتقم منه وبعدين رحمهم، فكده العدل والرحمه التقوا. طب حلو ماشي، بس انت لسه من شويه بتقول لنا ان اللي مش عايز دم المسيح ده ومش هيصدقه او هيستهين بيه او
يعني عادي ممكن واحد يكون ما اقتنعش، يعني ممكن يكون انسان محترم زي اللي انت بتقول عليهم دول او مؤدب ما اقتنعش، قصه اساسا تافهه جدا وغير مقنعه ببريزه. ده انا يعني ممكن الواحد يقتنع بغزل البنات ابو بريزه بتاع زمان ده عن القصه التافهه اللي انت بتقولها دي، انا ما اقتنعتش. لا ساعتها بقى ياوي هيعمل ايه؟ ياوي المحب العطوف الرحيم الحلو ده هياكل مصاريفك ايوه هيطب بكرشك على طول، ازاي انت تستعين بدمه؟ هيولع فيك بقى، هنتقم منك، وكده يبقى العدل والرحمه والتقي. تخيل انا، تخيل انا قاضي كده وقاعد ولقيت لك ايه يعني اتنين متخانقين او عيلتين ضاربين بعض بالنار ومقتلين في بعض، فانا كقاضي قمت قايل لهم بصوا انا هجمع لكم دلوقتي بالعدل والرحمه، قمت مطلع مسدس وضرب نفسي بالنار. انا كده عملت شفيت غليلكو تمام وجمعت بالعدل والرحمه. ايه التخلف ده؟ في حد ينزل يصلب نفسه عشان ايه ده؟ هو ده العدل والرحمه الاثنين مع بعض. وعشان كده اذا اعترفنا بخطايانا مش يقول فهو رحيم وغفور، لا امين وعادل. امين وعادل بيغفر نتيجه العدل. بالظبط بيغفر نتيجه العدل. وعشان كده لو ما غفرليش وانا اعترفت بخطاياي يبقى مش عادل، لانه اخذ حق حسابي من المسيح وعاوز يطالبني بيه مره ثانيه، وحاشا لله ان يكون غير عادل. وده الجمال بتاع مزمور 31 الايه 1 اللي توقف عندها لوثر طويلا. لما بيبتدي مزمور 31 بعدلك نجني، لوثر وقف قال لك اترجمها ازاي؟ برحمتك يا مرحمتك، برحمتك نجني، اقبلها لكن بعدلك نجني. طبعا فهم بعد ذلك انه بعدلك الذي ظهر في الصليب عندما اخذت حقك كاملا من الذي ارتضى ان يكون بديلا. يعني ما تقولش بقى انا بكلم الملحدين وبتاع، دي وعظه روح اولى في الكنيسه. الكلام ده كله كلام بقى ايه خزعبلي ملوش اي معنى. روح بقى اقول الوعظه دي في الكنيسه، الهري ده ملوش اي معنى عني. يبقى انت لازم يا رب لازم تنجني، لازم تنجني، اقولها بكل احترام طبعا. طيب لما بيقول في نحوم 1:3 الرب بطيء الغضب ايوه وعظيم القدره ايوه لكنه لا يبرئ البت. الكلام ده مضحك جدا، انا ما بقدرش، انا كنت ناوي اعدي بس اقولها بكل إيه. انت اول لازم تنجني بس لازم اقولها باحترام. عارف انت اللي هو فكره ايه with all due respect. وبعد كده ممكن تشتمه بقى. بس انت قلت with all due respect انت ابن وسخ. بس انا قلت with all due respect يعني مع احترام لسيادتك انت ابن وسخ. ايوه لازم اقولها، انت لازم تنجيني بس بقولها باحترام يعني. يلا يا ابني يلا يلا يا ابني اتكل على قوم رش ميه. طيب جاوبت على السؤال. بطيء الغضب نعم لكن ليس ما لا يغضب ابدا. بالظبط ده في مزمور 7 يقول لك اله يسخط في كل يوم. يعني الحاجات اللي بتحصل في العالم خليها الرب غضبان. وغضب الله معلم من السماء على جميع فجور الناس واثمهم. يعني اذا في غضب وفي عدم ابراء لا يبرئ البتة. يقصد بها ايه؟ لا يبرئ البتة يعني لابد ان ياخذ حقه. ما فيش فوضى يعني، لا مش ما فيش فوضى. يعني ربنا سامحني دي مش موجوده في الكتاب المقدس. يعني ما فيش تسامح سهل كده. يسامح ازاي؟ يسامح على حساب حقه ولازم ناخد حقه ملوش دعوه هو. اسامح انما اسيب حقي لا. لا المنطلون لا مالك جدا على حساب. واحد دفع واحد له كل المجد. الواحد اللي دفع ده يعني وفى. وافتكر من اروع الكلمات اللي قالها المسيح من فوق الصليب قد اكمل. العباره السادسه في انجيل يوحنا اصحاح 19 قد اكمل. صرخ يسوع بصوت عظيم قد اكمل. ويقال ان كلمه قد اكمل في اللغه اليونانيه تيتلستاي. ويقال ان هذه الكلمه كان يقولها التاجر عندما يدفع التبيالات كلها تيتلستاي. والصانع عندما ينجز المأمورية اللي حيتممها يقول تيتلستاي. والفنان عندما يكمل الفن اللي عمله فيقول تيتلستاي. والقائد الظافر عندما ينتصر في المعركة يقول تيتلستاي. والمسيح كان هو التاجر اللي دفع الفواتير، وكان هو الفنان اللي أكمل المقطوعة، وكان هو الصانع اللي أكمل العمل، وكان هو الذي دخل المعركة وانتصر لحسابنا ولينا حق كل الحق ان احنا نتكلم بهذه العباره. واللي انت عايزه حقك علينا احنا. احنا هو الاكل الجبنه. هو كان عايز كل حاجه. هو كان كل حاجه يعني اللي انت عايزه. هو كان طائر وصناع
وقائد عسكري وفنان ورائد فضاء واللي انت عايزه ودكتور بيطري كل حاجه يعني. انت شوف انت كنت عايزه ايه وهو هيبقى اللي انت عايزه على طول. انا مكمل خلاص كده احنا عايزين صلاح. عارف ترمينيتر لما جاء في الاخر ابي باك بيبي وبتاع انا راجع ما تقلقوش. هو كان قايم بالدور برضه بتاع ارنولد في الفيلم. من عمل المسيح بطريقه عمليه يعني بعض المشاهدين مسيحيين مش عارفين كل الحق. في بعض المشاهدين مسلمين بيسمعوا بعض الحق. ازاي نشجع المشاهدين في هذا اللقاء المثمر ان يكون ليهم فرصه يستفيدوا من عمل المسيح الكفاري على الصليب؟ انا اتعزى من امرين. نعم. الامر الاولاني ان الخلاص بسيط جدا جدا وقول زي ما انت عايز تقول جدا. الى الدرجه اللي فيها يقول لنا مثلا في اشعياء 45 الآية 21 التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض في أسهل كل الناس. دي على فكرة موجودة في العهد القديم يعني مش من العهد الجديد. جميل. يعني العهد القديم بيقدم رسالة خلاص للعالم كله. بالظبط. التفتوا إلي يا جميع أقاصي الأرض. علق سبيرجن وقال المريض اللي بيطلع في الروح يعرف يلتفت ممكن ينقذ نفسه يعرف يلتفت في الوقت يعني الأخير. مش بقول لك روح إلى مشوار بعيد تقول لي أنا مش قادر ده أنا مكسح ده أنا في السرير ده أنا ما بتحركش حبيبي التفت. وإذا كان بيسمعنا واحد دلوقتي وهو على فراش المرض أو حتى في النزع الأخير التفت للمسيح التفت للمسيح, التفت للمسيح. هي فين سهل مش كده سهل جدا جدا, جدا. هم بيعملوا إيه؟ فين الأسئلة اللي هم بيجاوبوا عليها هم عادين لا لو... هم دخلوا في... هم عادين على هم الاثنين وبيسخنوا مع بعض اللي هو يعني بيعلوا على بعض يعني الموضوع سهل جدا وتقدر تقول جدا على انت لا ما بيقول لك في العهد القديم التفت قليل لا والمريض كمان يلتفت وزي ما قال اكسبرجن ما تفهمش من اكسبرجن هو عمال يقول لنا اسماء زي الحاله اللي فات بيقول لك كان مين ريتشارد باين ولا مش عارف مين كان قايل لنا اسم واحد كمان قال لك اللي هو انا مش فاكر اسمه ده اللي هو امه جابت 17 واحد مش عارف فاكره اللي هو عمل نهضه ايوه علمتهم الصلاه ايوه ماله مين الكابتن ده بقى انا مش فاكر اسمه ايه اللي هم بيعملوا قاعدين يغنوا ويردوا على بعض طب فين الاسئله مش دي حلقه رد على الاسئله فين الاسئله ولا هم خلصوا الاسئله ويدخلوا في الوعظه لان لو يدخلوا في الوعظه انا مش لازمني بصراحه مش عايز اسمع وعظات يعني لا تاني حاجة يا دكتور جورج خدت بالك من المكالمات انت شفت المكالمات من لا دينيين او ملحدين المكالمات كلها الناس تبعهم يا عمو البرنامج ده حدش بيسمعه البرنامج ده بيسمعه 3-4 كده عن ناصية وبتاع خش اتفرج على حلقاتهم اللي بقى 20 سنة مفيش مشاهدات ولا اي حاجة حدش بيسمع القناة دي اصلا طيب نكمل جدا مش عارف كل من يدعو باسم الرب يعني فنشوف لو مفيش حاجه مفيده خلاص نقفل يعني انا هجري كده لو لقينا كلام مهم نوقف عنده يخلص ودي اللي خلص كاطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. العديم الغش اللي كي تنمو به انصح كل واحد عرف المسيح المخلص اقرا الكتاب اقرا الكتاب يعني خليه كم احببت شريعتك اليوم كله هي لهجي فالخلاص سهل بس بعد الخلاص بالبدايه يعني مش خلاص وخلاص لا خلاص ابتديت بالظبط كمل بالظبط تمام طيب اللي هو على فراش المرض او يعني بيسمعنا وهو في البيت مش قادر يروح كنيسه واللي هو بيسمعنا كمسلم او يهودي او ملحد ويحس ان هذا كلام حق ووصلته الرساله ايه الخطوات اللي يعملها ايه الحاجه اللي عليه ان هو يعملها علشان فعلا يتمتع بخلاص المسيح يعني زي ما قلنا ما فيش ابسط لا فاكر احنا كده دخلنا بقى في الهرتله احنا كده دخلنا في الوعظات يعني هو واضح ان هم خلصوا الاسئله ودخلوا بقى في الوعظات والعمليه مش ناقصه ف مش يعني كده كده هم على تصدر الاساس ايه دلوقتي الحاله دي تبدا تنتشر في الكنائس واي واحد من العيال عنده شكل تاهيلات عندك شكل كود اسم حلقه العيال رد لك على كل الاسئله ولما تيجي بعدها تقول له الكلام ده عايز ايه تاني شيخ سمور رد لك على الاسئله انا كان بيحصل معايا كده على فكره يعني ايام ما كنت انا في بدايه التفكير وبدايه الالحاد وبتاع الجماعه بتوع الكنائس كلهم اتلموا عليا اللي هو ايه خد حلقه مير صمويل خد حلقه الشيخ صمويل خد حلقه مش عارف سامح موريس خد مش عارف وعظه ايه كل الكلام بهذه الطريقه هو ده اللي عندهم ولما تقول لهم ان انت الكلام ده مش داخل عقلك يقول لك بقى انت شرير وخاطي وربنا هيولع فيك ومش عارف هيعمل فيك ايه وعد لك عذاب عظيم
عشان هو متخيل ان هو كده رد عليك. لو انت ما صدقتش يبقى انت بقى ايه وشرير ومعاند ومارد، وربنا بقى اعداد لك عذاب عظيم عشان انت ايه انت بتديك كلب كده. انت عايز ايه تاني؟ مش انت عايز اجابات؟ اجابات دي ولا مش اجابات يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ اجابات ايه؟ مش عاجبك ازاي يعني؟ بس هو ده كل اللي عندهم، وكل الاسئله بالطريقه دي. هات اي سؤال عندك اسالهم، يا اما هو حاسس او بيفكر او بيقترح او اي حاجه او بيتهيأ له كده او كل الحاجات، او نجيب بقى شويه حاجات ونعمل لها رموز ونفضل بقى نهري عليك للصبح وكده. دي اجابه هو متخيل في دماغه كده ان هو كده يفهمك وقال لك الاجابه. وفي يعني انا بحاول التزم اقصى درجات ضبط النفس في يعني شخصيه على اللايف شات، الجماعه اللي هم ايه المنظرين اللي هو بيجي ينصحنا نصايح او يتقدم لنا باقتراحات، فبيقترح يقول لك ايه طب ما تنظروهم. طب انت مالك على فكره؟ انت احنا طلبنا منك اقتراحات مثلا، انت مالك نظرهم؟ مش عشان نظرهم انت ما روح نظرهم، انت مالك؟ انت جاي تقترح علينا نعمل ايه مثلا؟ لا هو برضو في هيستوري الناس ما تعرفوش، ان الناس دي بالفعل تواصلت معاك يا دكتور جورج وطلبوا منك ان هم يعني يعملوا معاك حلقه وان انت تحط اسئلتك والكلام ده، واللي هيجيبوا الناس اللي هترد عليك بقى وهتقنعك والكلام ده لكن حسب ما انت حكيت لي يمكن بره البث انه اشترط ان هو يقعد يكلمك كل اسبوع على الاقل نص ساعه، وقعد خد من وقتك كتير، وكان عندك يعني ميعاد في ميعاد الحلقه اللي هو طلبوها وانت لغيت الميعاد واجلته عشان خاطرهم، لكن في الاخر جاء عمل عبيط او بلاش عمل عبيط. انا مش مضطر يعني، انا فعلا حاولت، انا تواصلت مع القناه دي كتير جدا وليا مداخلات عندهم على فكره، اللي هيسمع الحلقات دي الاقي ليا مداخلات في البرنامج ده وليا مداخلات في البرنامج بتاع اسمه، كنت بتواصل معاهم وكان في الوقت ده ما كانش عندي مانع ان انا اعمل معهم مناظره، لان كنت متخيل ان هم فعلا بتوع حوار وهم يسمعوك وانت تقول رايك وبتاع، لكن اكتشفت سريعا ان هم الكلام ده كله بلح وبيتقال على الشاشات كده بس عشان خاطر ايه المنظر، لكن في الحقيقه لا هيسمحوا لك تقول رايك ولا هيسمحوا لك بحوار ولا الكلام ده، ولو فعلا هيجيبوك عشان يمسحوا بيك الارض، مش هيدوا لك فرصه للكلام ولا للرد، ممكن يجيبوك تقول كلمتين وبعد كده يقفلوا عليك وتمسكوك هم بقى يستخوا جلدك. انما فكره ان انت تقعد قدامهم واحد لواحد كده وانت تاخد نص الوقت واخد نص، مش هيحصل. ثانيا فعلا الناس اللي هي ايه يعني، انا فعلا الناس دي بتستفزني جدا، الناس اللي هي يدخل لك يقول لك اقتراح وانت ما تفهمش مين ده اصلا، ولا تعرف كاتب لك اسمه وما تعرفش مين ده ولا صوره حتى ولا اي حاجه، بس يدخل يعمل عليك معلم الاجيال يقول لك ما تبقى تطلع تتنظر مع فلان، روح اتنظر مع فلان. على فكره انا ما طلبتش اقتراحاتك، وفر اقتراحاتك لنفسك، روح انت بروح انت اعمل مناظرات، انا مش محتاج اقتراحاتك خالص على فكره، وكلامك لا يعني لي اي شيء، وانا مش منتظر نصيحه منك. يعني بلاش توصلونا ان احنا يعني نعمل معاكم او نتكلم معاكم بطريقه وحشه. انت داخل قاعد تسمع، اتفضل اسمع، وانت ساكت قول التعليق بتاعك في الموضوع وخلاص. اقتراحات شخصيه بقى وراء شخصيه فينا او شخصنا انا مش هسمح، وبلاش تستفزوني وتوصلوني لمرحله سيئه معاك. عموما برضو هي دعوه جاده يعني مننا لاي حد فعلا ذو علم او ذو مكانه في من الناس ديت، لو هو حابب بس يكون. انا لا اتناظر مع الناس دي فعلا، انا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وانا اتلدغت من الجحر 15 مره. انا يعني الناس اللي بالمستوى ده هو متخيل بقى ان هو جاد ومتخيل ان هو جامد وبتاع، انا لا اتناظر مع الناس دي بصراحه، مستواهم صعب جدا، انت شايف اهو، هو ده المستوى، هو عايز يجي يبخ في وشك الكلمتين دول، هيجي في مناظره هيجيب ايه مثلا جديد؟ ما هيجي يجيب الكلمتين دول. انا العمليه مش ناقصه غباء يعني، انا بنجيب الكلام ده نضحك عليه وبتاع، انما انا بقى قاعد في مناظره فعلا وماسك ورقه وقلم وبتاع، وحد يجي يبخ في وش الكلمتين دول وكده متخيل ان هو داخل معايا في مناظره، لا انا ده مستوى صعب جدا بصراحه، انا ما اقدرش اتناظر مع المستويات دي خالص. واللي شايف نفسه كده لا ما يجيش، لو سمحت ما تجيش، يبقى خد الفيديوهات بتاعتي ورد عليها انت مع نفسك، انا مش ناقص غباء، انا ضغطي بيرتفع يعني مش ناقص غباء. فلا
ان الناس اللي بالمستوى ده انا ما بتناظرش معاهم. اللي شايف في نفسه القدره ان هو يتناظر اتفضل يا سيدي، يعني وانا ماسكك واليوتيوب ده كان بتاع ابويا، انت حر اتفضل روح اتناظر انت. الغريب يا دكتور جورج ان الكتب بتاعتهم ملزمه ليهم هم بس، ولو جيت قلت له اصل في اي كتاب تاني بيقول عكس كلامك او بيقول ان مش هيسمع كلامه ده هيتبهدل وهيتعذب في الحياه الاخرى والكلام ده، يقول لك غير ملزم بيا. طب ما هو نفس الكلام، انت بتلزم نفسك بكتاب واحد، هو كل واحد بيلزم نفسه بكتابه، فانتوا خلصوا مشاكلكم مع بعض انتوا كمتدينين. يعني لما تبقى حضرتك تقنع بقيه الاديان الاخرى ان انت الصح، تبقى ساعتها تعالى بقى اتكلم مع الملحدين. انتوا ليه مركزين مع الملحدين؟ كان التركيز الاول لو تفتكر من يمكن من 10 سنوات او يمكن اكتر كان مع الاسلام، لان طبعا مجتمعنا الشرقي كان اغلبيته مجتمع اسلامي وكان في اضطهاد موجود حقيقي للمسيحيين، فجت الحركه المضاده من زكريا بطرس وغيره لمحاوله التنصير، فكان الكلام كله للمسلمين، وكان الكلام كله عباره عن مقارنه ما بين الكتاب ده والكتاب ده. دلوقتي انت جاي تتكلم عن الملحدين ازاي؟ انك تجيب ناس متدينين تسال اسئله. هم يعني ده بالنسبه لهم كان وضع جيد جدا، يعني هو ده كارهم. عارف انت اللي هو ايه، بيشتغل في كار غير كاره، من ما قال لك مش عارف، من اللي افتى في غير علمه اتى بالعجائب، من تكلم في غير علمه اتى بالعجائب، او في غير فنه اتى بالعجائب. اي ده كارهم، كارهم ان هم يقعدوا يكيلوا لبعض، ده حافظ الكتابين بتوع ده وده حافظ الكتابين بتوع ده، وبنقعد بقى ايه ناخد وندي مع بعض. ده انت مش عارف عندك المسيح هنا قال ايه، لا ده انت عندك مش عارف الرسول قال ايه. حلو قوي، على قدكم، ده على قدكم. انما تطلع بقى انت تحاول تتكلم ناس تاني لا عندهم كتاب ولا الكلام ده، ولا ليهم اساسا قاعده فكريه واحده، وبيكلمك على الملحدين دول كانهم كلهم حاجه واحده. انت مفيش اساسا قاعده فكريه واحده، وبعدين عايز يطلع يكلم الملحدين زي ما بيكلم المسلمين بالظبط، اللي هو ايه يعني الكتاب بتاعي بيقول كذا. انا مالي يا عم بالكتاب بتاعك، مالي انا بكده، الكتاب بتاعك ده كتاب كله خرافات لا يعنيني في اي شيء. بس انت لو ما صدقتوش هروح النار. طب ماشي حاضر، انا بروح النار، ما تشغلش بالك، انا حاجز مقعد اول في النار، ما تشغلش بالك. بقى هو ده كل اللي عندك؟ ده الدليل اللي انت هتقدمه لي؟ او بقى شويه الخرافات اللي هو بيقولها دي اللي احنا بنضحك عليها يعني. انما فكره بقى مناظرات وبتاع، لا الكلام ده كبير عليهم جدا، الكلام ده فعلا كبير عليهم، سواء دول او دول، يعني من الطرفين. سواء بقى جبت واحد من الجماعه المناظرين للمسيحيه بالشكل ده، وعلى فكرة الناس دول سلفيين جدا يعني في المسيحية، يعني دول من سلفية المسيحية، أو الجماعة التانيين بقى السلفيين الإسلاميين، الجماعة اللي هم بتوع قدم النقل على العقل وبتاع، فكرة المناظرات معانا أو الحوارات معانا دي عالية عليهم جدا، بعيدة عليهم جدا. يا عم ده واحد بيقول لك أنا لو مش عارف البخاري قال كذا وعقلك مش قابلها تسيب عقلك بره، لان عقلك زي الحمار وانت داخل مش عارف ايه. انت ده في اي قاعده فكريه تتناقش معاه فيها؟ او يجي يقول لك علم الكلام وعلم الهرتله وبتاع، بس هو ده اللي هم فاهمين فيه. انما المناظرات عالي عليهم جدا، الكلام ده عالي عليهم جدا. وانا اربع بنفسي بصراحه، انا يعني لدغت من هذا الجحر مرارا كثيره، وكل مره ادخل المناظره على اساس ان انا يعني في حد قدامي هيقعد بقى نتكلم في حاجه مفيده، او هيقول حاجه جديده او حاجه مقنعه او حاجه منطقيه، ومخ في وشي نفس الكلام ده. فلا يعني انا عليا بايه وجع القلب ده؟ اضيع من عمري ساعه ولا ساعتين عمال اتكلم مع واحد اساسا دماغه في حته تانية خالص، دماغه في شويه حاجات منقوله وشويه كتاباته بتاع، والدليل اللي عنده ان هو بيطلع لك حاجه مكتوبه في كتابه. طب لا انا شكرا، انا مش عايز، انا شخصيا مش عايز المناظرات دي. اللي شايف نفسه القدره يا جماعه اتفضلوا، انا هبقى اقعد يعني ممكن فعلا يعني بقعد اتفرج على المناظرات بتاعتكم دي، انما انا ضايع من عمري ومن صحتي وقت ان انا اقعد اتفرج على ان اقعد اتناقش مع الناس دي، لا بصراحه لا. وفي جاك بيقول هو مش قادر اصلا يقنع اليهود اللي بيشاركوا الايمان في العهد القديم واللي ملتزمين بنص الكتاب بتاعه، مش هيجي يقنعنا احنا اصلا؟ يا عم ده نفس يقنعوا بعض بحاجات اتفه من العقيده الاساسيه. انت جوه الدين الواحد ده هم مختلفين على شويه حاجات، مش في ضلع العقيده الاساسيه بقى، لا ده حاجات فرعيه وعاملين مذابح عليها. خش كده شوف الكنيسه الارثوذكسيه والكنيسه البروتستانتيه بيتكلموا بعض ازاي. واحد يقول لك مش عارف انتوا بتتعمدوش، والتاني يقول لك انتوا بتتناولوش ومش عارف ايه. طب الاثنين مؤمنين بنفس الكتاب ونفس القصص،
وبيقطعوا بعض على شويه حاجات اللي هو لا مش عارف ده يتعمد وعنده 3 شهور ولا يتعمد وعنده يومين، يتعمد على ايمان والديه ولا يتعمد على ايمان جوز خالته، اي هري بقى. يعني اقنعوا بعض الاول بالهبل ده وارسلكم على حل، وبعدين ما تعالوا اتكلموا معانا. اذروايز انا ما عنديش وقت اضيعه في الهبل ده بصراحه. طيب دي كلماتك الختاميه، ولا حابب تختم بحاجه دكتور جورج في نهايه الحلقه كده؟ تمام ماشي. اذا الناس اللي كانت معانا وشكرا على متابعتكم، بنشكرك وبنشكر كل الناس اللي تابعونا كالعاده. انتظرونا ليلا مع دكتور محمد شاور وحلقه جديده من سؤال لرجل الدين. انتظرونا الحلقه النهارده هتبقى 9 بتوقيت جرينتش مساء او 11 بتوقيت القاهره. مش عارف احنا بندور، ممكن لو في وقت عند دكتور جورج احتمال نطلع حلقه تانية مع فويس، لسه مش عارفين. فانتظرونا النهارده يوم مليء بالمفاجآت. بشكركم، بشكرك يا دكتور جورج جدا 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 على الحلقه الجميله دي، ونراكم على خير. اقول قولي هذا واستغفر الجلد لي انا بس، وسلام.